صباح الخير. قطرات الندى لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري، وده من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم ويوم جديد وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا عبد الصمد. صباح الخير يا هدير، وصباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر، حلقة 13 مايو. يعني في الحقيقة في وسط كل الأخبار اللي بتوصل لنا عن الأزمات الاقتصادية والتضخم اللي بيحصل في العالم كله، يعني مش هنستثنى دولة بعينها، بنلاقي إن في خبر مهم. الخبر ده بيدينا طاقة إيجابية وتفاؤل حول أداء الاقتصاد المصري. إيه اللي حصل؟ امبارح وكالة بلومبرج نشرت تقرير، التقرير ده قالت فيه توقعات صندوق النقد الدولي بخصوص اقتصاديات الدول الإفريقية. التقرير قال إن مصر هتبقى تاني أكبر اقتصاد في إفريقيا خلال 2022، وده بعد نيجيريا، ويتوقع إن حجم الاقتصاد المصري يوصل ل 435 مليار دولار و6 مليون دولار، وده هيكون خلال السنة دي 2022 يا حديث. صحيح عبد الصمد، مش بس كده، ده كمان صندوق النقد توقع انه مصر هتسجل معدل نمو السنة دي 5.9%، رغم انه متوسط النمو العالمي هيكون في حدود 3.6%. علشان كده الاقتصاد المصري هيكون واحد من افضل معدلات النمو في 2022. والحقيقة أنه مش بس صندوق النقد اللي بيقول الكلام ده، معظم المؤسسات الدولية أشادت بمرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات اللي بتحصل في العالم كله، سواء قبل كده أزمة فيروس كورونا أو حاليا الأزمة الروسية الأوكرانية. كل دي يعني تقرير بيأكد أن احنا ماشيين بخطوات ثابتة. بنتكلم على إشادات، الإشادات بتقول يعني بتقولها المؤسسات الدولية تحديدا عن الاقتصاد المصري، وبتعكس الإشادات دي أن احنا ماشيين في الاتجاه الصحيح، وان الاصلاحات سواء كانت الهيكليه تحديدا كمان للاقتصاد المصري هي حائط الصد امام اي ازمات عالميه، او على الاقل يعني بتقلل من حده او بتقلل من بشكل كبير جدا من تاثير الازمه على المواطنين في يعني ظل ازمه التضخم والازمات العالميه اللي موجوده. يعني بكل تاكيد، والفضل في ده يرجع للاصلاح الاقتصادي والهيكلي اللي قدر انه يصحح المسار ويدي دفعه تنمويه كبيره في كل المجالات، ويفتح الباب كمان قدام المشروعات القومية اللي بنشوفها دلوقتي في كل القطاعات واللي بدورها بتخلق فرص عمل كتيرة للشباب. مش بس مشروعات قومية هدير يعني وفرت وقللت معدلات البطالة في مصر، بنتكلم على حزم من التحفيزات الحكومية للاستثمارات، بنتكلم كمان عن إجراءات حمائية تمت علشان تخفف بشكل كبير من أي تداعيات بتخص أزمة التضخم العالمية على المواطن المصري، بالإضافة كمان لأزمة سلاسل الإمداد. يعني بصراحة كل ده خبر، أو كل دي أخبار وأنباء بتدينا نوع من أنواع التفاؤل، بتدينا وبتأكد إن إحنا ماشيين على الاتجاه الصحيح. علشان كده بنصبح على حضراتكم وصباح الخير يا مصر. دلوقتي مشاهدينا الكرام هنروح لليندا نتعرف منها على آخر أخبار الطقس والمرور وأيضا أسعار الذهب والعملات. صباح الخير عليك يا ليندا. صباح الخير هدير. صباح الخير يا أحمد. الحقيقة هدير في بعض الكثافات المرورية نتعرف عليها دلوقتي، ولكن بخصوص الطقس في تحسن شوية في الأحوال الجوية النهاردة عن امبارح. القاهرة كانت بتسجل امبارح 34، النهاردة بتسجل 30. طيب عظيم، الجو يبقى لطيف إن شاء الله. لنا التفاصيل بقى إن شاء الله. صباح الخير عليكم مشاهدينا، خلونا نستعرض مع حضراتكم الجولة المرورية وهنبص على شوارع القاهرة والمحافظات دلوقتي والناس بدأت تنزل.
هنروح دلوقتي ونتعرف على الكثافات المرورية الموجودة، وهي كثافات الحقيقة ملحوظة على معظم المحاور في القاهرة والجيزة بالتزامن مع منتصف الأسبوع. خلونا نبتدي جولتنا من القاهرة وكوبري أكتوبر المتجه لمنطقة الإسعاف ورمسيس، واللي بيشهد كثافات مرورية متحركة. أما اللي مكمل أعلى الكوبري في اتجاه غمرة والعباسية ومدينة نصر، في برضو كثافات مرورية زي ما حضراتكم شايفين. هنشوف طريق صلاح سالم في بعض الكثافات البسيطة، اللي لو كملنا لحد الآخر هنلاقي أن الكثافات بدأت تقل، وبيبقى في سيولة مرورية ملحوظة بتوصل لحد نفق الطيران. بعد ما نوصل للنفق هترجع مرة تانية الكثافات المرورية عند تقاطع صلاح سالم وكوبري المرغني. أما طريق الكورنيش في بعض الكثافات المرورية عند المظلات، وبيكون في سيولة مرورية بتقل بعد كوبري الساحل، وبتستمر بشكل متقطع لحد ميدان التحرير. واللي مكمل في طريق الكورنيش ناحية المعادي وحلوان في سيولة مرورية. هنستكمل جولتنا في شوارع الجيزة، وهنبتدي من محور 26 يوليو القادم من أكتوبر، في كثافات مرورية كبيرة قبل الدائري ولحد ميدان لبنان. أما المحور المتجه لأكتوبر في بعض الكثافات لكنها بسيطة وناتجة عن أعمال التوسع اللي بتتم في المحور، وكمان أعمال إنشاء القطار الكهربائي الخفيف. في كثافات مرورية على كوبري 15 مايو في الاتجاهين، لكنها كثافات متحركة. وبتظهر كمان كثافات على محور صفت اللبن المتجه من الدائري وصولا لشارع السودان، لكنها متحركة. ونفس الأمر كمان في كوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني، وكمان بتظهر كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا لإشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة. أما محور عرابي فبيشهد كثافات متوسطة المتجه من الأقاليم وصولا للمهندسين، وكثافات بمحيط كوبري أحمد عرابي بسبب الإصلاحات. أما شارع الهرم فبيشهد ظهور كثافات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية ومذكور والعريش والطلبية لإنشاء محطة مترو، وبتظهر كثافات بمنطقة مشعل وكثافات بسيطة من شارع العشرين ولحد الطلبية، وكثافات عالية للمتجه لكوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل في منطقة الطوابق، وكمان بتظهر كثافات تانية في شارع السودان ولحد جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة. هنروح دلوقتي لمحافظة القليوبية والقادم من السلام، وموقف العاشر متجه لبنها بيفضل طريق شبرا بنها الحر، اللي بيشهد سيولة مرورية لحد تقاطعه مع الدائري الإقليمي. أما القادم من شبرا بنها ومتجه لمنطقة شرق القاهرة يكمل أفضل في محور العصار ولحد منطقة المطرية والحلمية وميدان روكسي. الطريق الزراعي القديم بيشهد كثافات مرورية قبل الطريق الدائري، بتزيد تحت الطريق الدائري ولحد كوبري ألمة بسبب أعمال التوسعة وإنشاء كوبري دوران الخلف. وفي كمان كثافات بسيطة قبل ميدان المؤسسة. وأما اللي رايح مدينة أليوب فالطريق هناك بيشهد سيولة نسبية. لو كملنا لحد محكمة أليوب في سيولة مرورية واصلة لحد طريق أليوب القناطر الخيرية. هنكمل جولتنا المرورية وهنروح للإسكندرية، وهنلاقي كثافات بسيطة موجودة في بعض الطرق، وهنلاقي سيولة مرورية كبيرة عند محطة الرمل واصلة لحد شارع عمر لطفي ولحد تقاطع شارع النبي دانيال، اللي بيشهد كثافات مرورية متقطعة ونسبية واصلة لحد طريق الحرية. لو كملنا في نفس الشارع هنلاقي فيه كثافات مرورية تانية واصلة لحد محرم بيك والشارع عبد القادر الغرياني. أما طريق الكورنيش ففي كثافات مرورية متقطعة عند كوبري ستانلي ومنطقة ميامي، ولو رحنا عند محيط الجامعة في بعض الكثافات المرورية. دلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع مع بعض متوسط أسعار صرف العملات الرسمية، والبداية مع الدولار الأمريكي وسعر البيع والشراء. سعر البيع سجل 18.52، أما الشراء فسجل 18.44. اليورو البيع سجل 19.56، أما الشراء فسجل 19.46. الجنيه الاسترليني البيع سجل 22.94، أما الشراء فسجل 22.83. الفرنك السويسري البيع سجل 18.69، أما الشراء فسجل 18.60.
هنروح ليوان الصيني، البيع سجل 2.76، أما الشراء فسجل 2.74، الريال السعودي البيع سجل 4.93، أما الشراء فسجل 4.91، الدينار الكويتي البيع سجل 60.46، أما الشراء فسجل 60 جنيه وقرشين، والدرهم الإماراتي البيع سجل 5 جنيه و4 قروش والشراء سجل 5 جنيه وقرش. وبالنسبة لمتوسط أسعار الذهب، في عيار 18 سجل 1011 جنيه للجرام، وعيار 21 سجل 1180 جنيه للجرام، وعيار 24 سجل 1348 جنيه للجرام، وأخيرا الجنيه الذهب سجل 9490 جنيه. خلونا دلوقتي مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الجو هيكون حر على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء والشمال الصعيد، وفي شبورة مائية الصبح على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة. في كمان نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 30، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 41، وأقل درجة حرارة في السلوم 22. هنتابع مع حضراتكم أحوال الطقس بالتفصيل في النشرة الجوية، ولكن بعد شوية. دلوقتي هنرجع لأحمد وهدير عشان يبتدوا فقرات صباح الخير يا مصر. إليك. شكرا ليك يا ليندا. شكرا لك. يعني زي ما احنا متعودين بنبدا مع حضراتكم اولى فقراتنا في صباح الخير يا مصر باهم الاخبار اللي حصلت امبارح. ويمكن من اهم هذه الاخبار ان امبارح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل اجتماع، الاجتماع ده تابع فيه الموقف التنفيذي لمشروعات الاسكان الخاصه بمبادره حياه كريمه، وكمان وجه سيادته بمواصله التعاون والتنسيق ما بين اجهزه الدوله المعنيه، وده لتنفيذ مختلف المشروعات القوميه الخاصه بالمبادره والمتابعه الميدانيه للموقف التنفيذي بشكل دوري، بالاضافه للالتزام بالجداول الزمنيه للتنفيذ. كمان امبارح سياده الرئيس التقى الفريق اول لمايكل كوريلا قائد القياده المركزيه الامريكيه، واكد سيادته اهميه التعاون العسكري المشترك في اطار العلاقات الاستراتيجيه الممتده بين مصر والولايات المتحده، واللي بتمثل ركيزه اساسيه لصون السلم والامن بمنطقه الشرق الاوسط. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالإضافة إلى رئيس مكتب التعاون العسكري الأمريكي والمستشار السياسي لقائد القيادة المركزية الأمريكية، وبمشاركة القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بقائد القيادة المركزية الأمريكية في زيارته إلى مصر، مؤكداً سيادته على أهمية التعاون العسكري المشترك في إطار العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة، والتي تمثل ركيزة أساسية لصون السلم والأمن بمنطقة الشرق الأوسط، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها، والتي تتطلب تضافر كافة الجهود لمواجهة التحديات التي تهدد الأمن والاستقرار، وفي مقدمتها الإرهاب الذي يتطلب بذل كافة الجهود الجماعية لمكافحته. مستعرضا سيادته في هذا الصدد جهود مصر على المحاور والاتجاهات الاستراتيجية لاجتثاث هذه الآفة من جذورها. من جانبه أعرب قائد القيادة المركزية الأمريكية عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس، مؤكداً حرصه على أن تكون مصر هي أولى محطات زياراته الخارجية في المنطقة منذ توليه منصبه، ومشدداً على تضامن الولايات المتحدة الكامل مع مصر في الجهود التي تبذلها لمكافحة الإرهاب باعتباره التحدي المشترك الأخطر الذي يواجه المنطقة ويهدد الأمن الإقليمي بأسره. كما أكد قائد المنطقة المركزية الأمريكية على اعتماد الإدارة الأمريكية على الدور المصري الفاعل والمحوري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والنابع من الخبرة العريضة والفهم العميق للسيد الرئيس لطبيعة الأوضاع والتحديات في تلك المنطقة الهامة من العالم، وهو ما يتجسد في الجهود المصرية لتعزيز السلم والأمن الإقليميين، الأمر الذي يفرض أهمية استمرار التعاون العسكري المصري الأمريكي المشترك وتطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
كما تقدم المسؤول العسكري الأمريكي بالعزاء إلى السيد الرئيس في شهداء القوات المسلحة الذين استشهدوا جراء الاعتداء الإرهابي الغادر الذي وقع مؤخرا في سيناء. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول التباحث بشأن سبل الدفع والارتقاء بالتعاون العسكري والأمني بين مصر والولايات المتحدة، فضلاً عن التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب وبرامج التدريبات المشتركة وتأمين الحدود، كما تم التطرق إلى آخر التطورات بالنسبة لعدد من الأزمات والملفات في المنطقة، خاصة أمن البحر الأحمر، حيث تم التوافق على استمرار التشاور والتنسيق الثنائي المنتظم بين الجانبين تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك للبلدين الصديقين. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الإسكان الخاصة بمبادرة حياة كريمة. وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة التعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية لتنفيذ مختلف المشروعات القومية ذات الصلة بمبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري، مع المتابعة الميدانية للموقف التنفيذي بشكل دوري والالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ، أخذاً في الاعتبار ما ستسهم فيه تلك المشروعات من تحسين للمستوى العام لكافة جوانب الحياة المعيشية للمواطنين في الريف المصري على مستوى الجمهورية، خاصة ما يتعلق بالبنية الأساسية والخدمات، فضلاً عن دورها في توفير المزيد من فرص العمل لقاطني المواقع المستهدفة بتنفيذ أعمال المبادرة. وقد عرض الدكتور عاصم الجزار الجهود التي تقوم بها وزارة الإسكان في إطار المشروعات المتعلقة بالمرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة على مستوى الجمهورية، خاصة في قطاعات الصرف الصحي والمياه ومحطات المعالجة، إلى جانب مختلف المشروعات الخدمية ومشروع سكن كريم. كما تابع السيد الرئيس كذلك المشروعات الجارية لتطوير منطقة القاهرة التاريخية، والتي تهدف لاستعادة الوجه الحضاري للقاهرة على نحو يتماشى مع تاريخها العريق، خاصة على الصعيد السياحي والترفيهي والثقافي، بما فيها عملية التطوير الجارية في حديقة عين الصيرة والمناطق المحيطة بها، فضلا عن تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، إلى جانب ما تم من تطوير لكورنيش النيل من خلال مشروع ممشى أهل مصر، والذي يعد أحد المشروعات الترفيهية والسياحية المهمة. كما تم استعراض الموقف التنفيذي للمرافق والمنشآت والخدمات بمختلف المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة على مستوى الجمهورية، خاصة ما يتعلق بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العالمين الجديدة. امبارح كمان أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وده للاطمئنان على صحته متمنيا له دوام الصحة والعافية. وخلال الاتصال أعرب الملك سلمان بن عبد العزيز عن خالص التقدير لتمنيات السيد الرئيس الصادقة وما يعكسه ذلك من عمق وخصوصية العلاقات المصرية السعودية، وطبعا بنتمنى له يعني دوام الصحة. كمان امبارح التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مع الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له اللي بيزور مصر حاليا. وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزازه بعلاقات الشراكة والتعاون الممتدة بين القوات المسلحة لكلا البلدين. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً. تناول اللقاء عدداً من موضوعات الأمن الإقليمي ذات الاهتمام المشترك وسبل تعميق علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين. وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزازه بعلاقات الشراكة والتعاون الممتد بين القوات المسلحة لكلا البلدين، وتطلعه لأن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون المشترك في المجالات العسكرية، فيما أشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية بالدور المحوري التي تقوم به الدولة المصرية في تحقيق الأمن والاستقرار والتوازن بالمنطقة،
مؤكدا على عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية. وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة. قد التقى الفريق أول مايكل كوريلا والوفد المرافق له، وتناول اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون العسكري في مجالات التدريبات المشتركة وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين. حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة والقائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة. لسه مستمرين في عرض أخبار القوات المسلحة، لأن امبارح قوات حرس الحدود تمكنت من إحباط عملية تهريب لشحنة كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المخدرة بمنطقة بحر الرمال الأعظم جنوب واحد سيوة، وده بيجي استمرارا للجهود اللي بتقوم بيها قوات حرس الحدود في توجيه ضرباتها القاسمة للعناصر الإجرامية والمهربين، بالإضافة لإجهاض المخططات والمحاولات اللي بتستهدف الإضرار بالمجتمع وبالأمن القومي المصري. استمرارا لجهود قوات حرس الحدود في توجيه ضرباتها القاسمة للعناصر الإجرامية والمهربين وإجهاض المخططات والمحاولات التي تستهدف الإضرار بالمجتمع وبالأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، تمكنت قوات حرس الحدود على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، وأثناء تنفيذ مهامها بمنطقة بحر الرمال الأعظم جنوب واحة سيوة، من إحباط عملية تهريب شحنة كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المخدرة، حيث تم ضبط عربتي دفع رباعي بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية في أعمال التسلل والتهريب، كما تم ضبط 7 بنادق قناصة FN وعدد 2 رشاش كلاشينكوف و13 بندقية آلية و5 بنادق بريتا وRPG ورشاش عيار 12.7 و2 رشاش عيار 14.5 و8 خزن آلية و7 خزن قناصة FN و2 دانة RPG، فضلاً عن ضبط 1162 طلقة مختلفة الأعيرة وهاتف للاتصال عبر الأقمار الصناعية. كما نجحت عناصر قوات حرس الحدود في ضبط 1,000,000 قرص مخدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المهربين. هذا وتواصل قوات حرس الحدود جهودها المكثفة ضد الخارجين عن القانون وفرض سيطرتها الأمنية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة لتأمين حدود مصر، بالتزامن مع تكثيف إجراءات الإحكام والسيطرة على كافة المنافذ والمعابر الحدودية للدولة. أيضا امبارح كان في مجموعة هامة من الأخبار والموضوعات، اللي منها استعراض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الإصدار الجديد من دورية آفاق استراتيجية، وأيضا نفي الحكومة للشائعات اللي ترددت حول إسناد إدارة مسجد سيدنا الحسين لجهة خاصة. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها استعراض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الإصدار الجديد من دورية آفاق استراتيجية اللي بتصدر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، واللي بتتناول العديد من القضايا الإقليمية اللي بتهم الشأن المصري. كمان امبارح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى الشائعات اللي ترددت حول إسناد إدارة مسجد سيدنا الحسين لجهة خاصة، وقال المركز إن الكلام ده مش حقيقي ومفيش أي قرار صدر بهذا الشأن، وإدارة جميع الشؤون الدعوية والتنظيمية لمسجد سيدنا الحسين وغيره من المساجد هي من اختصاص وزارة الأوقاف بشكل كامل. امبارح استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الملامح الرئيسية لخطة التنمية المستدامة للعام المالي القادم 2022-2023، وقالت إن خطة السنة الجديدة بتستهدف إحداث طفرة استثمارية كبيرة مقارنة بالأعوام السابقة. و
ومن أخبار مجلس الوزراء نروح لجولة المحافظات اللي معنا فيها في الحقيقة مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح في المحافظات المختلفة، ومنها فحص 78 ألف مواطن، وده ضمن المبادرات الرئاسية الصحية في سوهاج، بالإضافة لغلق طريق البراجيل، وده تنفيذ أو لتنفيذ محور 26 يوليو الجديد في الجيزة. ومعنا أخبار تانية كتير من الغربية والمنوفية كمان والإسكندرية، هنتابعها في التقرير التالي. أخبار كتيرة حصلت امبارح في المحافظات. البداية من سوهاج، الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة أعلنت أنه تم فحص أكثر من 78 ألف مواطن ضمن المبادرات الصحية اللي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي واللي بتسهم في الارتقاء بحياة المواطنين. في الغربية تم بدء أعمال رصف شارع البحر بمدينة المحلة الكبرى، بداية من مدخل مدينة المحلة بسكة طنطا مروراً بمنطقة الشوان وحتى نهايته عند شركة الزيوت والصابون بطول 12 كيلومتر، وتكلفة الأعمال هتزيد عن 58 مليون جنيه. امبارح قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك ساهم خلال شهر إبريل اللي فات في تنفيذ 41 مشروع لشباب المحافظة، وده كان بتمويل أكتر من 9 مليون جنيه ووفر 67 فرصة عمل. في محافظة الجيزة تم غلق طريق البراجيل في الاتجاه اللي جاي من أسفل الطريق الدائري في اتجاه مناطق كوبري المطار ومحور أحمد عرابي، وده في إطار الأعمال الإنشائية لكوبري البراجيل ضمن مشروع محور 26 يوليو الجديد. النهاردة مكتبة الإسكندرية هتنظم احتفالية بمناسبة مرور 52 سنة على ذكرى العملية الثالثة لهجوم الضفادع البشرية على ميناء إيلات. بعد ما شفنا مع حضراتكم الأخبار اللي حصلت امبارح، خلينا نروح نتابع الأخبار اللي هتحصل النهاردة بإذن الله. من هذه الأخبار إجراء وزارة الداخلية قرعة حج هذا العام في عدد من المحافظات، وأيضا في ماتشات مهمة جدا في الدوري المصري وكمان في الدوري الإنجليزي والإسباني. خلينا نتابع كل ده من خلال التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، وزارة التخطيط هتطلق برنامج احتضان الاقتصاد الأخضر بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة. البرنامج هيستمر لمدة 6 شهور وبيستهدف التمكين الاقتصادي للمشروعات الناشئة اللي بتشتغل في مجال الاقتصاد الأخضر. كمان النهاردة هتبدأ وزارة الداخلية في إجراء قرعة الحج بمديريات الأمن بمحافظات أسوان، الوادي الجديد، الفيوم، الشرقية، دمياط، مطروح والبحر الأحمر. لعشاق الدوري المصري موعدهم النهارده مع مباريات مهمة في إطار الجولة 18 من عمر المسابقة، هيلتقي سيراميكا كليوباترا مع الجونة الساعة 6 والزمالك مع إم بي الساعة 9 بالليل. في الدوري الإنجليزي النهارده في مباراة قوية مؤجلة من الجولة 33 من عمر المسابقة، هيلتقي فيها ليفربول مع أستون فيلا الساعة 9 بالليل. لعشاق الدوري الإسباني موعدهم النهارده مع مباريات مهمة في إطار الجولة 36 من عمر المسابقة، هيلتقي فالنسيا مع ريال بيتس الساعة 7 بالليل، وغرناطة مع أتلتيكو بلباو الساعة 8 بالليل، وبرشلونة مع سيلتا فيجو الساعة 9 بالليل. مشاهدينا نرجع دلوقتي لفاصل سريع ونرجع ونكمل معاكم باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر. أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية، وجه دلوقتي معاد فقرة الطقس. هيئة الأرصاد الجوية تتوقع أن النهاردة الجو هيكون حر على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وهيكون شديد الحرارة على جنوب محافظات الصعيد، والطقس هيكون معتدل على وسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية والشرقية. بالليل الجو هيكون لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومائل للبرودة على السواحل الشمالية ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد. النهاردة كان في شبورة مائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسط سيناء. خلونا دلوقتي مشاهدينا نتعرف على تفاصيل أكتر من دكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح
صباح الخير على حضرتك أستاذة ليندا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بك. يعني يا دكتور، في النهاردة تحسن في الأحوال الجوية، امبارح القاهرة سجلت 34، النهاردة بتسجل 30. عايزين حضرتك تطمنينا على حالة طقس اليوم، وتعرفينا كمان هل الانخفاض ده مستمر معانا الأسبوع ده ولا هيكون فيه ارتفاعات؟ بالفعل أستاذة ليندا، اليوم هنشهد تحسن في الأحوال الجوية، انخفاض طفيف في درجات الحرارة مقارنة بالأمس بحوالي قيم من 3 لـ4 درجات، لأن اليوم بالفعل العظمى على القاهرة الكبرى متوقع تكون 30 درجة مئوية، لأن معظم الكتل الهوائية اللي هنبدأ نتأثر بها هي كتل هوائية شمالية قادمة من على البحر المتوسط، فتساعد على انخفاض درجات الحرارة خلال فترة النهار. الطقس بالفعل خلال فترة النهار هيكون ربيعي من مائل للحرارة الحارة على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، محافظات سواحلنا الشمالية الشمالية الشرقية، وبعض المناطق كمان من شمال الصعيد وجنوب سيناء. ده طبعا خلال فترات النهار. أيضا خلال فترة النهار الطقس هيكون معتدل الحرارة على أغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط، هيظل شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، ده طبعا زي خلال فترة النهار ومع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس. خلال فترات الليل احنا بدأنا نشعر بارتفاع درجات الحرارة خلال فترة الليل، العظمى على القاهرة او الصغرى على القاهرة سجلت 21 درجة مئوية خلال فترة الليل، يعني بدأنا نشعر بالطقس اللطيف خلال فترات الليل على اغلب المناطق الجمهورية، فيما عدا سواحلنا الشمالية الطقس خلال فترة الليل بيشهد يعني طقس مائل للبرودة خلال فترات الليل، بالاضافه كمان ان الظاهره الجويه اللي بتبقى مؤثره علينا في حاله الاستقرار في الاحوال الجويه هو وجود طبعا الشبوره المائيه اللي دايما بتظهر على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وبتؤدي لانخفاض الرؤيه الافقيه احيانا، لكنها شبوره مائيه خفيفه بتتلاشى مع سطوع اشعه الشمس، هي بتتكون طبعا في الساعات المتاخره من الليل يعني تقريبا على الساعه 3 الفجر، وبتبدا في التلاشي على الساعه 7 الصبح، يعني الان رؤيه على اغلب الطرق تكاد تكون متحسنه على اغلب الطرق وما اثرتش تماما على حركه المرور، بالاضافه كمان ان اليوم متوقع يكون في نشاط للرياح على القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري، محافظات جنوب سيناء، ده طبعا خلال فتره المساء بعد فتره الظهيره يعني تقريبا في ساعات المغرب، نشاط الرياح ده هيساعد شويه على احساسنا بالاجواء الربيعيه اكثر وتلطيف الاجواء. متوقع استمرار هذه الاجواء، يمكن كمان غدا هيكون في انخفاض كمان في درجات الحراره درجه على القاهره الكبرى، يعني متوقع غدا تكون 29 درجه مئويه الى يوم الخميس، يعني احنا متوقعين استمرار الاجواء ما بين ال 30 وال 29 الى يوم الخميس القادم. من يوم الجمعه تبدا تدريجيا درجات الحراره ترتفع وتوصل ل 32 درجه مئويه، ذروه الارتفاعات هتكون يوم السبت القادم وتكون 35 درجه مئويه، ده طبعا على القاهره الكبرى، لكن محافظات شمال وجنوب الصعيد هتشهد ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة من يوم الجمعة القادمة، وهتوصل فيها العظمى على محافظات جنوب الصعيد ل 44 درجة مئوية. طب يا دكتور، السواحل الشمالية وتحديدا الإسكندرية يعني بتسجل معدلات شتوية النهاردة، يعني درجة الحرارة في الإسكندرية النهاردة حوالي 25، هل ده تأثرا بموجة من أوروبا ولا إيه السبب؟ بالفعل يمكن المحافظات السواحل الشماليه كلها واغلب المناطق المطله على البحر المتوسط ما بين ال 25 وال 26 درجه مئويه خلال فتره النهار، خلال فترات الليل ما بين ال 17 وال 18 درجه مئويه، لانها بتتاثر بكتل هوائيه شماليه غربيه قادمه من جنوب اوروبا مرورا طبعا بالبحر المتوسط، فده بيساعد على انخفاض درجات الحراره، وخلال فترة النهار أحيانا بيشهدوا كمان تكاثر لبعض السحب اللي بتأدي لحجب بعض أشعة الشمس، فده بيساعد أكتر على الإحساس بالأجواء الربيعية المعتدلة خلال فترة النهار. خلال فترات الليل الأجواء هتكون أجواء مائلة للبرودة خلال فترات الليل، فممكن سواحلنا الشمالية يشعروا ببعض البرودة خلال فترات الليل. طب حضرتك يا دكتور اتكلمتي من شوية عن الشبورة المائية الموجودة معانا النهاردة وما كانتش الحقيقة ما أثرتش في حاجة ولا أدت لانخفاض الرؤية، هل الشبورة الموجودة الأيام اللي جاية كمان نفس النظام؟ بالفعل يمكن هي شبوره الايام دي عشان دايما كده نسب الرطوبه ما ارتفعتش في الجو، فنسب الرطوبه لما بترتفعش في الجو فده ما بيساعدش على تكون الشبوره المائيه، خاصه كمان ان في بعض الايام خلال فتره الصباح بنشهد نشاط للرياح، فده كمان ايضا ما بيساعدش على ان الشبوره المائيه تكون شبوره مائيه كثيفه. الشبوره المائيه مستمره معانا غدا وبعد غدا باذن الله، لكن مش هتكون بالشكل الكثيف اللي احنا كنا بنشهده في فصل الخريف او في فصل الشتاء، هي شبوره مائيه هتؤدي لانخفاض الرؤيه الافقيه على بعض الطرق، لكن ما فيش منها قلق وما فيش منها تاثير على حركه المرور باذن الله. طب وبالنسبه لنشاط الرياح اللي هيكون موجود الايام اللي جايه، هيكون رياح عاديه مش مثيره للرمال والاتربه؟
يعني هو اغلب نشاط رياح الى الجمعه القادمه باذن الله، لان هو اغلب نشاط رياح في الجمعه لحد يوم الجمعه اللي جايه هيكون قادم من على البحر المتوسط او حتى شمال شبه الجزيره العربيه، فمفيش منه قلق او مفيش منه اي اثاره للرمال والاتربه. لكن طبعا احنا لسه في فصل الربيع، وارد جدا نتاثر ببعض المنخفضات الخمسينيه اللي تؤدي ل طبعا يعني اتربه ورمال مثاره، لكن ان شاء الله يعني لمده اسبوع قادم او لمده خلينا نقول 4 ايام جايين ان شاء الله مفيش اي قلق من نشاط الرياح. ان شاء الله. شكرا يا دكتور. مشاهدينا كانت معنا دكتور منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. دلوقتي تعالوا مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه، وهنبتديها كالعاده من القاهره. بتسجل العظمى في القاهره 30 والصغرى بتسجل 18، الاسكندريه العظمى 25 والصغرى 18، مرسى مطروح العظمى 24 والصغرى 16، سيوه العظمى 31 والصغرى 21، بورسعيد العظمى 24 والصغرى 18، دمياط العظمى 25 والصغرى 17، الإسماعيلية العظمى 29 والصغرى 19، والسويس العظمى 28 والصغرى بتسجل 18. هنروح للعريش العظمى فيها 26 والصغرى بتسجل 17، طابق العظمى 30 والصغرى 18، سان كاترين العظمى 24 والصغرى 12، شرم الشيخ العظمى 36 والصغرى 25، الغرداء العظمى 35 والصغرى 24، الفيوم العظمى 33 والصغرى 19، بني سويف العظمى 32 والصغرى 20، المنيا العظمى كمان 32 والصغرى بتسجل 19. هنروح لأسيوط العظمى فيها 33 والصغرى 20، سوهاج العظمى 37 والصغرى 21، قنا العظمى 38 والصغرى 23، الأقصر العظمى 39 والصغرى 23، أسوان بتسجل أعلى عظمى النهارده وهي 41 والصغرى 25، الوادي الجديد العظمى 38 والصغرى 23، شلاتين العظمى 35 والصغرى 21، وأخيرا حلايب العظمى بتسجل 32 والصغرى بتسجل 21. دي كانت فقرتنا الجوية مشاهدينا. دلوقتي هنرجع لأحمد وهدير عشان يكمل بقية فقرات صباح الخير يا مصر. إليكم. شكرا لك. شكرا لك يا لينت. من أجمل الوجوه الفنية اللي شفناها على الشاشة، ويعني يمكن كل الناس اتعلقت بيها ورغم قلة أعمالها حفرت مكان جوه قلوب كل الناس، كانت الراحلة هالة فؤاد والارتباط بيها الجمهور المصري والعربي بشكل كبير. قدمت مجموعة من الأعمال المهمة اللي لسه فاكرينها لحد دلوقتي، وخاصة فيلم الحدق يفهم اللي عملت فيه دور مهم مع الفنان محمود عبد العزيز. وطبعا هالة فؤاد اتولدت وتربت وعاشت جوه أسرة فنية بامتياز. هي ابنة المخرج أحمد فؤاد، وكانت متجوزة من العبقري أحمد زكي، ومثلت قدامه الرجل الذي فقد ذاكرته مرتين، قصة الأديب نجيب محفوظ وسيناريو أسامة أنور عكاشة، وطبعا والدة الراحل هيثم أحمد زكي. نجمة عشقها الجمهور بملامحها الملائكية وابتسامتها الساحرة، وشكل رحيلها المفاجئ صدمة للوسط الفني. هي الجميلة هالة فؤاد. ولدت هالة أحمد فؤاد في 26 من مارس عام 1958 لأسرة فنية، فوالدها هو المخرج أحمد فؤاد الذي كان يسند إليها أدواراً منذ كانت بعمر السنتين، وشاركت في أعمال منها العاشقة وأجازة بالعافية ورجال في المصيدة، وهو ما كان سبباً في عشقها للتمثيل وخوضها التجربة بعد تخرجها بعيداً عن والدها. كانت بدايتها الحقيقية في دور البطولة في فيلم مين يجنن مين إلى جانب الفنانين محمود ياسين وحسين فهمي. قدمت من بعده سجن بلا قضبان والأوباش والحدق يفهم وعشماوي والسادة الرجال والمليونيرة الحافية وشقاوة في السبعين وحارة الجهري. لعب حضورها الطاغي وإطلالتها الملائكية على الشاشة دوراً هاماً في اختيارها لبطولة فوازير المناسبات إلى جانب يحيى الفخراني وصبرين في رمضان عام 1988. جمعتها قصة حب بالفنان الراحل أحمد زكي، توجت بالزواج عام 1983 وأنجبا ابنهما هيثم في عام 1984، ولم يجمعها به سوى عمل فني واحد هو مسلسل الرجل الذي فقد ذاكرته مرتين عام 1981. ولكن قصة الحب لم يكتب لها أن تعيش، حيث انتهت بالانفصال
وانفرطت حبات العقد برحيل حزين لأفراد الأسرة الثلاث الواحد تلو الآخر. قدمت هالة فؤاد أيضاً العديد من المسلسلات، منها الإنسان والمجهول، الحياة مرة أخرى، وتمن الخوف، ورجال في المصيدة. كان آخر عمل قدمته هو فيلم اللعب مع الشياطين عام 1991 قبل أن تقرر الاعتزال لترحل بعد هذا التاريخ بعامين. يعني رحمة الله على الفنانة القادرة، يمكن رغم قلة أعمالها لكن ليها بصمة واضحة في كل الأعمال اللي شاركت فيها. تعالوا نروح لموضوع تاني لكل عشاق الدوري الإنجليزي، اللي عارفين إن دلوقتي المنافسة قوية جدا ما بين ليفربول ومانشستر سيتي، والتوقعات كلها بتقول إن الأقرب لحسم هذا اللقب في الموسم الحالي هو المان سيتي، وده بعد تصدره لجدول الترتيب يمكن بفرق ثلاث نقط عن المنافس القوي ليه. لكن كرة القدم ما فيهاش أي توقعات، ممكن في يوم وليلة تحصل المفاجأة وتتعثر كتيبة جوارديولا في أي مباراة، ويعني يبقى فيه فارق مختلف، ويمكن ده اللي هيبقى فيه حظوظ للفريقين في المباريات الثلاثة الأخيرة هيحسمها المباريات القادمة تحديدا، وهنعرف مين اللي هيتصدر المنافسات. تعالوا نتابع التقرير التالي. في الوقت اللي اتحسمت فيه بطولات الدوري الفرنسي والأسباني والألماني بشكل مبكر، لسه الدوري الإنجليزي ما حسمش البطولة لصالح أي فريق، والفرقتين اللي قريبين من حسم لقب البريمير ليج مانشستر سيتي وليفربول، ويمكن الأقرب لحسم اللقب في الموسم الحالي هو المان سيتي، وده بعد تصدره جدول الترتيب بفرق 3 نقط عن منافسه الليفر. نفس سيناريو الصراع بين الفرقتين كان في موسم 2018-2019، الموسم اللي قدرت تحقق فيه كتيبة بيب جوارديولا اللقب بفرق نقطة واحدة بس على حساب كتيبة يورجن كلوب. السيناريو بيتكرر تاني في الموسم الحالي، لكن المرة دي ممكن يكون الفرق 3 نقط، وده بعد ما فرط ليفربول في المباراة الأخيرة اللي لعبها قدام فريق توتنهام وخرج من المباراة متعادل بنتيجة 1-1. من ناحية تانية، المان سيتي استغل الفرصة ودخل مباراة نيوكاسل بكل حماس وضرب الفريق بخماسية قوية قدر من خلالها ينفرد بالصدارة، وبكده المان سيتي رفع رصيده ل 86 نقطة بفرق 3 نقط عن ليفربول، اللي طبعاً لسه عنده فرصة إن مانشستر سيتي يخسر في أي جولة من الثلاث جولات اللي جاية علشان يتساوى معاه في عدد النقط. لكن فرصة الليفر هتكون صعبة لأن السيتي متفوق عليه برضه في فرق الأهداف. لكن كرة القدم محدش يتوقعها، ممكن في يوم وليلة تحصل المفاجأة وتتعثر كتيبة جوارديولا وتخسر أي مباراة، وفي الحالة دي هيتم الاحتكام لفرق الأهداف، أما لو الأهداف متساوية فهنا هيحتكم العدد الأهداف المسجلة. لو بصينا على المباريات المتبقية اللي هيلعبها المان سيتي فهنلاقي عنده مواجهتين بره أرضه ومباراة هتكون على ملعب الاتحاد. المباراة الأولى مؤجلة من الجولة 33 مع وولفرهامبتون، ومباراة تانية مؤجلة برضه من الجولة 37 مع ويست هام يونايتد، والمباراة الأخيرة في الجولة 38 وهيواجه فيها فريق أستون فيلا، ولو فاز في الثلاث مباريات دول هيحسم اللقب. من ناحية تانية، ليفربول عنده برضه مواجهتين بره أرضه، ومواجهة هتكون على أنفيلد. المباراة الأولى هيواجه فيها أستون فيلا، والتانية هيلعب قدام ساوثهامبتون، والمباراة الثالثة والأخيرة قدام وولفرهامبتون. لكن في نفس الوقت الريدز عنده مواجهة قوية قدام تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي اللي هتتلعب يوم 14 مايو، يعني قبل 3 أيام من الجولة الأخيرة في البريمير ليج. كمان ليفربول عنده مباراة أهم بكتير جداً، وهي مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا قدام ريال مدريد اللي هتتلعب برضه بعد ما الدوري يخلص بأسبوع واحد بس. دلوقتي هنتكلم مع حضراتكم عن عداء أمريكي عمره 70 سنة قدر أنه يقطع مسافة 100 متر في أقل من 14 ثانية، وطبعا ده خلاه يكون حديث لكل المهتمين بالرياضة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبدأت الناس أنها تشارك الصور بتاعته أثناء السباق بعد النتيجة القوية والاستثنائية اللي هو حققها. السن مجرد رقم. الكلمات دي كانت الشعار اللي رفعه مايكل كيش العداء الأمريكي صاحب السبعين سنة اللي أذهل الجمهور في حدث بين ريليس الرياضي الأسبوع اللي فات، وده بعد ما أنهى 100 متر في أقل من 14 ثانية وقدر يتجاوز كل منافسيه وحقق رقم استثنائي في زمن أدهش الجماهير اللي حضرت المباراة. كيش بدأ في الجري وهو في سن 59 لما نصح واحد من أصدقائه إنه يقدم في أولمبياد نيوجيرسي. وقتها كيش كان بيمتلك قوة محدش يقدر يستهين بيها، لدرجة إنه كان بيطلع بشكل متكرر على المنصة في أحداث M65. وفي 2018 كان أسرع عضو في فريق التتابع للرجال في بطولة وولز ماسترز لألعاب القوى في ملقى. الفيديو اللي ظهر فيه المسن السبعين وهو بيجري انتشر بشكل كبير جداً وحصد ملايين المشاهدات وآلاف التعليقات اللي أشادت بأدائه. من هنا وبقى مايكل كيش صاحب السبعين سنة أيقونة على السوشيال ميديا، وبدأت الناس تشارك الصور بتاعته أثناء السباق وبيهتفوا باسمه بعد النتيجة القوية والاستثنائية اللي حققها في الجري، وخلى وسائل الإعلام العالمية تبرز إنجازه بشكل غير مسبوق. هو بدأ يعني يجري ويتمرن من هو عنده 59 سنة، فإحنا النهاردة شايفين أنه قطع 100 متر في 14 ثانية. إنجاز كبير يمكن الناس ما تتخيلش أنه ممكن حد في عمره يوصله. يعني في الحقيقة هدير 59 سنة زي ما أنت ما بتقولي، وبدأ اللي هو يعني الستارت أو البداية الحقيقية بتاعته في وقت متأخر. عارفة رد على أي حد بيعلق اللي هو على شماعة أصل أنا اللي كان بيلعب رياضة ده كان بيلعبها وهو صغير، لا مفيش أي مبررات. ده بالإضافة لصحته، يعني أي حد كده تابع أي حد بيلعب رياضة هتلاقي دايما زي ما بيقولوا العقل السليم في الجسم السليم، فعلا بيبقى ذهنيا مدرك، ما بينساش كتير، صحته كلها بقى الصحة العامة بشكل عام بتبقى أفضل. فيعني دي دعوة من هنا بقى نلعب. صباح الخير يا مصر، كلنا فعلا كلنا نهتم بالرياضة لأنها بتنهي على كتير قوي من يمكن الأمراض المزمنة كمان اللي بتبقى موجودة، ضغط، سكر، قلب، غيرها، كل ده يعني بيتلاشى تماما مع ممارسة الرياضة. طيب مشاهدينا دلوقتي احنا معادنا مع موجز لأهم الأنباء، موجز الثامنة مع ليندا عبد اللطيف، اتفضل يا ليندا. شكرا أحمد. الثامنة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع العاهل السعودي الملك سلمان ابن عبد العزيز، وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي اطمأن خلال الاتصال على صحة أخيه خادم الحرمين الشريفين، متمنيا لهم دوام الصحة والعافية. من جانبه أعرب الملك سلمان عن تقديره لتمنيات الرئيس السيسي الصادقة، مشيرا إلى ما يعكسه ذلك من عمق وخصوصية العلاقات المصرية السعودية وما يجمع بين الشعبين من روابط راسخة وممتدة. أكد الرئيس السيسي أهمية التعاون العسكري المشترك مع الولايات المتحدة في إطار العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين البلدين، والتي تمثل ركيزة أساسية لصون السلم والأمن بمنطقة الشرق الأوسط. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال استقباله قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول مايكل كوريلا، حيث تناول اللقاء سبل الدفع والارتقاء بالتعاون العسكري والأمني بين مصر والولايات المتحدة، فضلا عن التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود وأمن البحر الأحمر. وجه الرئيس السيسي بمواصلة التعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة لتنفيذ مختلف مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة. كما وجه الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان بالالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ. وخلال الاجتماع تابع الرئيس السيسي المشروعات الجارية لتطوير منطقة القاهرة التاريخية ومثلث ماسبيرو وممشى أهل مصر.
عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد لمتابعة مشروعات الشركة. وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء أهمية وأولوية استصلاح الأراضي الزراعية في هذه المرحلة، مشيرا إلى أن المتابعة لموقف مشروعات الشركة تأتي بهدف دفع العمل في مشروعات استصلاح الأراضي الزراعية التي تم تسليمها، وكذا العمل على سرعة تسليم باقي الأراضي للمنتفعين. أكد البيان المشترك الصادر عن المباحثات الرسمية بين وزير الخارجية سامح شكري ونظيره المغربي ناصر بوريطة أهمية البعد الاقتصادي والاستثماري في علاقات البلدين. وأعرب الوزيران عقب مباحثتهما بالرباط عن حرصهما على مواصلة العمل على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار وزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين. عين الرئيس التونسي قيس سعيد أعضاء جدد في لجنة الانتخابات. وخلال اللقاء مع وزير الداخلية توفيق شرف الدين، دعا سعيد رجال الشرطة بمختلف الأجهزة الأمنية للتصدي للمحتكرين فورا. وأكد سعيد أن الاحتكار والمضاربة يدخلان في نفس المخطط الذي يسعى إليه من يريدون مزيدا من تأجيج الأوضاع. حذرت الأمم المتحدة من التداعيات الكارثية لأي تسرب نفطي محتمل من ناقلة النفط صافر قبلة سواحل اليمن. وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن تكلفة معالجة حادث من هذا النوع في حال وقوعه قد تبلغ 20 مليار دولار، مشيرا إلى أنه ليس هناك متسع من الوقت للتعامل مع المشكلة. وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن قانونا يسمح بتسريع وصول المعدات العسكرية إلى أوكرانيا. وقال بايدن إن القانون يستهدف مساعدة الأوكرانيين في القتال الدائر في بلادهم، مؤكدا أن واشنطن أنفقت مليارات الدولارات دعما لكييف. وقال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية إن هذا القانون يتيح للإدارة الأمريكية حتى عام 2023 إمكانية إقراض أو تأجير المعدات العسكرية لأوكرانيا ولسائر دول شرق أوروبا. حذر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من عواقب حدوث أزمة غذاء عالمية بسبب المواني الأوكرانية المحاصرة. وطلب زيلينسكي باتخاذ إجراءات فورية لفتح المواني الأوكرانية وإتاحة عمليات تصدير القمح، مؤكدا أهمية منع حدوث أزمة غذاء في العالم بسبب الأزمة الدائرة في بلاده. نهاية موجز الثمانية، نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان. هنتكلم مع حضراتكم دلوقتي عن مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية اللي قدمت خلال الفترة اللي فاتت مجهود كبير جدا في دعم العديد من المشروعات البحثية الهامة جدا، إلى جانب كمان إعداد قاعدة علمية وتكنولوجية فاعلة منتجة للمعرفة وقادرة على الابتكار وليها مكانة دولية. خلينا نشوف مع بعض آخر التطورات اللي بتحصل في مدينة الأبحاث العلمية. صباح الخير عليكم في كل مكان. احنا موجودين معاكم في واحدة من أهم المؤسسات البحثية في مصر، وهي مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، واللي تم إنشائها بهدف استخدام وإنتاج أحدث التكنولوجيات العلمية في المجالات الصناعية والبحثية المختلفة، وده اللي هيزود القدرة التنافسية للصناعة الوطنية وهيساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وعشان نعرف تفاصيل أكتر معانا دكتورة منى محمود عبد اللطيف، وهي رئيس مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية. صباح الخير يا دكتور، برحب بيكي. صباح الخير يا فندم. في البداية لو حضرتك تكلمينا عن تاريخ إنشاء المدينة وكمان الهدف من إنشائها. مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية صدر لها قرار جمهوري بإنشائها
قرار الجمهوري رقم 85 لسنة 93. صدر قرار الإنشاء بأنها تشتمل على 12 معهد ومركز تكنولوجي داخل المدينة، بحيث أنها بتكون فيها تخصصات متنوعة ومتعددة، بحيث أنها بتغطي العديد من المراكز البحثية والتكنولوجية، معها مراكز تكنولوجية وخدمية في نفس الوقت. كان الغرض من إنشاء المدينة أنها تكون من اسمها مدينة بحثية، بهدف أن يكون لها تطبيق تكنولوجي من المسمى بتاعها. إيه أهم الأهداف والنشاطات اللي بتشتغل عليها المدينة في الوقت الحالي؟ المدينة في الوقت الحالي بتشتغل في حاجات كتيرة، بس كل الحاجات اللي بتشتغلها من خلال رؤية مصر 2030، فعندنا شغل كتير في مجال المية، في مجال الطاقة، في مجال الصناعات الاستراتيجية، في مجال الصناعة والغذاء، في مجال الصحة، فكل حاجة من دي احنا لنا فيها نشر علم متميز جدا، لنا فيها براءات اختراع، لنا فيها بعض النماذج الأولية الموجودة فيها. واحنا في الوقت بقى الحالي اللي احنا عايزين بقى ننتقل لما هو بعد كده، ده الهدف بصراحة اللي احنا عايزين نشتغل عليه المرحلة الجاية دي. ده هيخليني أسأل حضرتك، ازاي بتساهم المدينة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وكمان تطوير استراتيجية مصر 2030؟ لو جينا بصينا لبعض المشكلة محور المية، فاحنا عندنا شغل كتير على محور المية، سواء اذا كان عملية معالجات للمية بطرق كيميائية او فيزيائية او بطرق بيولوجية. في عندنا بعض زي مشكلة القمح في مجال الزراعة، محور الزراعة. في عندنا بعض التجارب اللي شغالة عندنا في هنا في المدينة على ان احنا نجد بديل للقمح، زي في الكينوا، في الشعير، ودي برضو من بعض الحاجات اللي احنا شغالين عليها. عندنا شغالين طبعا مشكلة الطاقة، طبعا معروفة مصادر الطاقة البديلة اللي احنا لازم احنا نجد لها مصدر بديل. فعندنا شغل كتير جدا على الخلايا الشمسية والخلايا الوقود والبايو ديزل اللي هو الوقود الحيوي، وفي نفس الوقت احنا ممكن بنحضر الوقود الحيوي والحاجات دي من مخلفات زراعية او مخلفات البيوت، فبالتالي دي برضو بتكون ناحية تانية بنحل مشكلة بيئية. ليه المدينة دور خاص في دعم النوابغ والمبتكرين؟ فايه الدور اللي بتقوم بيه؟ في انا حاليا عندي دلوقتي مكتب نقل وتسويق تكنولوجيا موجود داخل المدينة، عندي نادي ريادة الاعمال، الاثنين دول مهمتهم الموكولة لهم ان هي ترعى اي فكرة ناشئة سواء وتحتضنها، بحيث ان هي توجهها تعمل ايه، هل الفكره اللي عندها محتاجه انها تحتضن لغايه ما تبقى شركه صغيره وبعد كده تتنقل لسوق العمل، ولا ان هي محتاجه ازاي عندها فكره عايزه تحميها ازاي، اديله ثقافه ازاي ان هو يحافظ على الفكره من اول ما هي فكره لغايه ما توصل في الاخر ان هي تبقى عندي منتج. أهمية وجود الأبحاث العلمية والابتكارات ما بيقلش أبداً عن أهمية تحويلها لواقع ملموس، فإيه الاتجاه اللي موجود داخل المدينة لتحويل الأبحاث العلمية على أرض الواقع؟ بصراحة يعني عايز أقول إن هو ده دورنا في الوقت الحالي، لازم أنا يبقى عندي الفكرة بتاعتي، لازم تبقى عندي مسكها في إيدي من جميع، ما بقاش مستنيه حد يجي، وقفت او عطلت لازم حد يجي يصلح يديني دعم او يصلحها لي او 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 لا، لازم اكون من كل جوانبها انا اقدر ملمه بيها. والدليل على كده ان انا حاليا الفتره اللي فاتت تم توقيع العديد من البروتوكولات التعاون ما بيننا وما بين شركات صناعيه، جهات مجتمع مدني، بعض الشركات الخدميه زي شركه المياه والصرف الصحي، بعض في قطاعات الصناعات كتيره موجوده عندنا. وفعلا اللي انا فعلا ملاحظاه ان فعلا في بدا يبقى في بدايه ثقه ما بيننا وما بين الصناعه، فاحنا احنا الدور علينا ان احنا فعلا نكون قدها. وانا اعتقد ان انا هنا عندي الكوادر البحثيه الموجوده عندي في المدينه، يعني بصراحه انا بفتخر ان انا اكون موجوده في وسطهم، موجوده معاهم من بدايه نشاه المدينه. يعني ايه اللي بتخطط له مدينه الابحاث العلميه والتطبيقات التكنولوجيه للمستقبل؟ بصراحه اللي احنا بنخطط له ان احنا ما نكونش مجرد مركز بحثي كمركز بحثي، بالعكس انا كجزء الاولاني من اسم المدينه شغالين عليه كويس قوي، عايزه الجزء الثاني بقى التطبيقات التكنولوجيه، ده اللي احنا فعلا للمدينه مخططه له في المرحله اللي جايه دي، ان احنا لازم يكون عندنا في حاجه يعني موجودين في كل مشروع قومي لازم يكون موجودين فيه، ده اللي احنا بنخطط له ونحن بنعمل فيه. اي مشكله ان احنا نقدر ان احنا نساهم في حلها ولو بجزء ولو من اي جزء من جوانبها، ان احنا يكون لنا منتجات بتاعتنا باسم المدينه،
دي بصراحه يعني الواحد قدر يحققها الفتره الجايه دي يبقى كويس قوي. انا بشكرك. شكرا جزيلا يا فندم. الف شكر. وحده التجاره بالنسبه الصناعيه اللي احنا واقفين فيها النهارده بتقدم العديد من الخدمات للعديد من الشركات والمصانع التي تخدم المجال الصناعي وتخدم مجال الزراعه ومجال صناعه الادويه ومجال صناعه المستحضرات التجميل، بالاضافه الى انها بتقدم العديد من الخدمات للباحثين الموجودين في الجامعات المصريه المختلفه والمراكز البحثيه على مستوى جمهوريه مصر العربيه زي المركز القومي للبحوث ومركز البحوث الزراعيه. ده قسم بحوث منتجات الحيوية الضوئية. القسم ده بيهتم بتوفير مواد خام للصناعات الصيدلانية، وبنركز أكتر على المواد المستخدمة من نباتات طبيعية أو نباتات ليها قيمة طبيعية موجودة في مصر. وطبعاً بنستغل موقعنا جنب الساحل الشمالي هنا، فإحنا بنحاول نحافظ على الأصول النباتية بتاعتنا ونحاول نحافظ على النباتات النادرة بحيث ان احنا ننميها معمليا ونحاول نحافظ عليها من الانقراض. كمان احنا عندنا مشروع كبير مع ممول أكاديمية البحث العلمي، مش بس تعاون مع أقسام معينة هنا في المعهد، لا ده تعاون كمان مع جامعات مصرية. بنحاول بنشتغل على مركب جديد قدرنا ننتجه من بكتيريا صديقة للبيئة مش ممرضة. المركب ده ممكن بعد كده في المستقبل يستخدم كعلاج مكمل للعلاج الكيماوي ضد أنواع معينة من السرطانات المقاومة للعلاج الكيماوي. احنا موجودين في معهد المعلوماتية وده داتا سنتر. داتا سنتر ده بيقدم خدمات للمدينة، يعتبر العمود الفقري لخدمات المعلومات والاتصالات. من أهم المشاريع البحثية اللي بيقوم الداتا سنتر على خدمتها مشروع جسور تنمية، ده ممول من أكاديمية البحث العلمي الكول دي كان في 2019. الهدف منه هو من اسمه إقامة جسور تنمية وتعاون ما بين الخبراء المصريين في الخارج والمراكز البحثية في مصر للوقوف على المشكلات المحلية واقتراحات حلول لها. احنا اشتغلنا عملنا تحالف مع جامعة لوفل بالولايات المتحدة وبنقدم اقتراح لتقليل استهلاك الطاقة في الديتا سنتر الخاص بالحوصلة السحابية. احنا موجودين في معهد التكنولوجيا المتقدمة والمواد الجديدة ببدنة الأبحاث. المعهد بينقسم لخمس أقسام: قسم بحوث المواد البوليمرية، وقسم بحوث المواد الإلكترونية، وقسم بحوث التكنولوجيا التصنيع، وقسم البحوث المواد المؤلفة والمتراقبة، وقسم النمذجة والمحاكاة. وتقوم خطة المعهد طبقا للاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030. وإحنا بنركز في المعهد على كذا محور في المسار الثاني طبقا للاستراتيجية، منها محور الطاقة، كمان في محور الميه، والمعهد ليه شغل كتير في محور الميه، بنهتم بمعالجه وتحليه مياه البحر. احنا هنا في معمل التركيب الدقيق والبلوري، وهو من ضمن المعامل المركزيه في المدينه. هي فائده الوحده كلها ان هي بيشوف التفاصيل اللي ما بيقدرش يشوفها بالمجهر الضوئي، ده طبعا بيخدم في مجال العلوم الطبيعيه، بيخدم سواء كانت علوم المواد او ابحاث اشباه الموصلات او كمان العلوم اللي هي الحيويه زي علم دراسه الفيروسات او في علم اللي هي الابحاث السرطان. احنا هنا في وحده الجراحات التجريبيه التابعه لمركز تطوير الصناعات الدوائيه، مركز الدراسات قبل الاكلينيكيه، واللي بيتم فيه تطوير الصناعات الدوائيه بحيث ان احنا بنخدم قطاع الصناعه وقطاع البحث العلمي وقطاع الصحه وقطاع الغذاء. بالاخص الوحده اللي احنا موجودين فيها ده، وزي موجود كده على يعني زي ما حضراتكم شايفين هنا، اللي احنا بنقوم باحداثيات
المرض في حيوانات التجارب على أعلى المعايير طبعاً اللي بتبقى مطابقة لمعايير لجنة أخلاقيات البحث العلمي على مستوى العالم كله، بحيث إن إحنا بنحاكي ما يحدث في جسم الإنسان من أول إحداث المرض ومراحل تطور حدوثه لحد حتى التشخيص، بحيث إنه في الآخر خالص بيطلع عندنا استنباط بروتوكولات علاجية جديدة دي بتخدم قطاع الصحة. لو تكلمنا عن معهد بحوث زراعة الأراضي القاحلة، معهد بحوث زراعة الأراضي القاحلة يعتبر واحد من أحدث المعاهد البحثية الموجودة بالمدينة. هدف المعهد يهدف المعهد إلى أن يكون رائداً في مجال زراعة وتنمية الأراضي القاحلة من خلال إثراء الاقتصاد القائم على المعرفة وتقديم حلول حلول علمية وعملية قائمة على النهج والبحث العلمي لحل مشكلات الفجوة الغذائية وضمان الأمن الغذائي المصري طبقا لرؤية الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة مصر 2030. داخل مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية بيتم صناعة تكنولوجيا ملائمة لبلدنا، ملائمة لواقعنا، مناسبة لظروفنا، تقدر إنها تضمن لنا بكل بساطة احتياجاتنا البشرية وتخلينا يعني مطمئنين في مسألة الأمن الغذائي، الطاقة، وإحنا بنتكلم عن كل الاحتياجات الأساسية اللي في الآخر بقت بتوفرها لنا التكنولوجيا. أيضا مسألة احتضان النوابغ، ودي شيء غاية في الأهمية، لأنه يمكن بيكون في ناس عندنا من وهم صغيرين موهوبين جدا في مسألة التكنولوجيا والأسر ما بتبقاش قادرة إنها تلاحظ ده بشكل كبير، فبيكون مهم إنه في يكون مكان بحثي يعني يتناسب مع كل هذه المواهب، وايضا مساله مواكبه ما يحدث عالميا والتقدم الانساني. يعني الاول بنشكر زميلتنا جيرمين ابراهيم على هذا التقرير او التغطيه يعني الهائله اللي قدرت اللي هي تاخدنا في جوله داخل مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية للتعرف على يعني مجريات الأمور اللي بتتم داخل هذه المدينة، اللي يمكن زي ما قالت هدير هي فيها كل شيء، لولا التكنولوجيا ما كان وجود حلول كتيرة جدا لمشروعات. يمكن في يوم من الأيام كنا بنشوف اللي هي كانت مستعصية عن الحل تحديدا، ومش ممكن أبدا اللي انت تغير في مشكلة أو تحل مشكلة بنفس طريقة التفكير التقليدية اللي كانت سبب رئيسي فيها. فمن هنا جه أهمية الأبحاث التكنولوجية أو الأبحاث العلمية تحديدا وربطها بالتنمية. ربط الأبحاث العلمية بالتنمية ده بيؤدي في النهاية لتحقيق يعني التنمية المستدامة، وكمان بنتكلم على فكرة أهمية الأبحاث العلمية كمان في توطين الصناعة زي ما شفنا، ويمكن ده المشروع الاستراتيجي اللي بتعمل عليه الدولة علشان نقدر اللي احنا نوفر يعني دخل كبير من خلال توطين صناعات مختلفة. مش بس كده، يمكن خلال التقرير اللي احنا تابعناه شفنا أهمية التكنولوجيا، كان في ضيفة مع جيرمين بتقول ان هي بس مش عاوزين يكون بحث علمي فقط، لا، تطبيقات تكنولوجية. يمكن احنا زي ما احنا عارفين ان التطبيقات التكنولوجية دي هي لغة العصر، العالم كله بيتجه لهذا الاتجاه. ففكرة اللي انت يبقى عندك مدينة حاضنة لأبحاث علمية، حاضنة لتطبيقات تكنولوجية، كمان بتوفر مشاكل خاصة بالفجوة الغذائية، ويمكن ده مشكلة يعني هي مشكلة دلوقتي بتواجه العالم ككل، الكل بيحاول اللي هو يحقق اكتفاء ذاتي، ففكرة البحث العلمي هيكون سبب رئيسي لحل الفجوة الغذائية من خلال بقى وجود نوع من أنواع الهجين مثلا من المحاصيل المختلفة بتكون ذات يعني إنتاجية أعلى في المحصول بتاعها. كمان يمكن يهدير في التقرير شفنا بيقولك في بعض الأبحاث بتعمل على تقليل استهلاك الطاقة، بعض الأبحاث أيضا خاصة بالإنتاج الحيواني، فكل تحلية مياه البحر، هو مسألة كل تطوير التكنولوجيا في احتياجاتنا البشرية. صحيح. بشكل كبير لما تكون عندنا الصناعة نقدر ان احنا نستفيد بيها يعني باقصى صورة. دلوقتي مشاهدينا الكرام هنسيب حضراتكم مع فاصل ونرجع من بعده نكمل فقراتنا، خليكم دايما معانا. من صباح عليكم مشاهدينا مرة تانية، وأهلا بكم في موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. اليوم انطلقت ركلة البداية.
hits one. Oh, what a goal! الاتحاد الافريقي لكرة القدم قرر إقامة المباراة النهائية لدوري أبطال افريقيا واللي هتتلعب من مباراة واحدة بدل النهائي المعتاد ذهاب وإياب في المغرب يوم 30 مايو الحالي. وبيواصل محمد سند لاعب منتخب مصر المحترف في صفوف فريق نيم الفرنسي لكرة اليد تصدره لهدافي الدوري الفرنسي برصيد 191 هدف، وتم اختياره ضمن أفضل تشكيلة نجوم الأسبوع، وده بعد ما حقق نيم الفرنسي الفوز على فريق دانكيرك بنتيجة 34-23 في الأسبوع 25 بالدوري. منافسات اليوم الأول من بطولة كأس العرب الأولى لدرجات المضمار واللي بتتلعب على المضمار الدولي في استاد القاهرة أسفرت عن فوز منتخب مصر بتسع ميداليات ذهبية وست ميداليات فضية وأربع ميداليات برونزية. وأعلنت لجنة الاستئناف في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أن مباراة البرازيل والأرجنتين المعلقة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم هتتلعب في شهر سبتمبر اللي جاي، وده بعد الطعون اللي تقدمت من الاتحادين البرازيلي والأرجنتيني. وبكده مشاهدينا خلصت أخبارنا الرياضية. دلوقتي هنرجع لأحمد وهدير عشان يكملوا بقية فقرات صباح خير يا مصر. إليك. شكرا لك يا ليندا. طيب دلوقتي مشاهدينا نروح لفقرة من الفقرات الهامة جدا اللي معنا النهاردة في صباح الخير يا مصر، وهي عن تقرير مفصل وجديد صدر من وزارة التضامن الاجتماعي خاص بمشروع 2 كفاية، وده للحد من الزيادة السكانية بين الأسر. التقرير في الحقيقة تضمن عرض لإنجازات المشروع من بداية انطلاق الحملة من 4 سنوات في مايو 2018 تحديدا ولحد شهر مارس 2022. إيه اللي تضمنه التقرير ويعني أهم ما جاء في متن هذا التقرير على وجه الخصوص؟ ده اللي هنعرفه من الأستاذ أحمد يونس منسق مشروع 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية اللي بينضم معنا عبر الهاتف. صباح الخير يا أستاذ أحمد. صباح الخير على حضرتك أستاذ أحمد وعلى أستاذ ريهام والسادة المشاهدين جميعا. يعني في الحقيقة أستاذ أحمد بنتكلم على 4 سنوات من العمل المتواصل لمشروع 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية، إيه هي النتائج الإيجابية اللي قدرتوا تحققوها خلال فترة الـ4 سنوات دي؟ بالظبط، احنا بدأنا العمل على المشروع سنة 2018. نعم. من بعد ما سيادة الرئيس والقيادة السياسية أمرت بالتدخل السريع من خلال وزارة التضامن الاجتماعي على العمل لمشروع 2 كفاية أو الحد من الزيادة السكانية للأسر المستفيدة من برنامج تكافل، لأن هي دي الأسر اللي احنا بنستهدفها في وزارة التضامن الاجتماعي اللي بندعمها دعم نقد مشروع. احنا بدأنا العمل فعلي زيارات ميدانية للأسر ديت بداية من يناير 2019. نعم. عن طريق مثقفات مجتمعيات احنا دربناهم على رسائل مجتمعية وصحية ودينية وازاي يصححوا الشائعات المغلوطة عند هذه الأسر. نعم. احنا وصلنا من بداية عمل المشروع لغاية شهر مارس 2022 ل9,300,000 زيارة متكررة لهذه الأسر عشان نقدر ان احنا نتابعهم ونشوف مين الشخص المؤثر داخل الأسرة عن زيادة الإنجاب. نعم. نقدر ان احنا نوصل له الرسائل الصحيحة ونفهمه يعني ايه مفهوم أسرة صغيرة، يعني ازاي كان مين الشخص المؤثر بالنسبة لكم؟ والله مختلف، يعني احنا شغالين في 10 محافظات، يعني المشروع كان شغال في المحافظات الأكثر فقرا والأعلى في معدلات الإنجاب، وهي محافظات الصعيد بداية كده من الجيزة لغاية أسوان، ومحافظة في وجه بحري هي محافظة البحيرة. نعم. كان مختلف من اكثر من محافظات، يعني الاكبر تحديدا، يعني يمكن زميلتي هديره ابو زيد دلوقتي يعني قبل الفصل كانت بتتكلم معايا بفكره ان في تحامل دايما على الرجاله وعقده اللي هم عاوزين الولد فبيقعدوا يخلفوا كتير عشان يجيبوا الولد. اتفاجئنا احنا بقى في اثناء نزولنا الميداني ان احنا ممكن يبقى الشخص المؤثر هي الحما او السلفه. نعم. او الزوج في بعض الاوقات زي ما استاذ هدير ما اشارك، يعني فهو مختلف بعض الأطوار، مختلف بعض الأماكن، في بعض المجتمعات وجه بحر البحيرة مختلف شوية عن وجه إبلي. نعم. وده بيبقى ليه أسباب معينة، مين الشخص المؤثر وإيه سبب زيادة الإنجاب بتختلف من منطقة لمنطقة كمان. صحيح.
فاحنا كنا نقدر نوصل للشخص المؤثر ونعرف ايه الاسباب عشان نقدر نحلها او عشان نوصل رسائل عظيم توعيه صحيحه لهذه الاسر. طيب استاذ احمد، احنا بنتكلم على 9,300,000 زياره من خلال حمله طرق الابواب، عايزين نعرف من حضرتك النتائج الايجابيه لده، لمستم نتائج ايجابيه خلال الاربع سنين اللي فاتوا؟ طبعا لان احنا بس مش بنعمل حملات توعيه، احنا بنرصد هذه النتائج يا استاذ عن طريق ان احنا نعرف كام اسره راحت للوحدات الصحيه اللي تابعه لوزاره الصحه، وحدات تنظيم الاسره كان ليها دور معانا. طبعا هي اصلا وزاره الصحه شريك اساسي معانا في المشروع، وكمان بتمول لنا او بتدعمنا بوسائل تنظيم الاسره في العيادات اللي انشاتها وزاره التضامن الاجتماعي من خلال الجامعات الاهليه، لان ده الزراع اللي احنا بنتحرك بيه داخل هذه المجتمعات كوزاره التضامن الاجتماعي. احنا بنتكلم عن تضافر للجهود ما بين الجامعات الاهليه ووزاره طبعًا. الصحه ويعني حضراتكم، فبنتكلم على يعني مشروع متكامل اطرافه كلها بتشتغل على مساله يعني حمله كفايه اتنين، لانه كل الحاجات دي كانت موجوده قبل كده، لكن اللي كان ينقصنا يمكن ان الناس تسمع ونوصل للناس بطريقه افضل مختلفه. بالظبط، ده دور وزاره التضامن الاجتماعي اللي احنا متواجدين في كل المجتمعات، ده ميزه تنافسيه بالنسبه لنا، احنا بنوصل لكل الاسر عن طريق رائدات المجتمعات او مثقفات المجتمعات اللي احنا بندربهم، لان هم بيبقوا من قلب هذه المجتمعات، وده كان سبب في اختيارنا ليهم من الاول، عن طريق الجامعات الاهليه اللي هي بالفعل بتخدم هذه الاسر والشريك الاساسي معانا. ومن ضمن برضه الاهداف التنمويه لخطه مصر 2030 اعاده دور المجتمع المدني واسجاء الجهود التطوعيه، وده كان هدف بالنسبه لنا كبير لازم ان احنا نشتغل عليه، وبالفعل احنا اشتركنا او في شراكه مع 108 جمعيه اهليه في العشر محافظات، ان شاء الله الفتره اللي جايه احنا بنستهدف عدد جمعيات اكبر وعدد عيادات كمان اكبر من خلال مشروع تنميه الاسره المصريه اللي احنا جزء منه من خلال وزاره التضامن الاجتماعي. احنا حاليا عندنا 65 عياده جمعيه اهليه في العشر محافظات. طبعا زي ما هشير لحضرتك بالظبط بالاعداد هي اللي راحت لوحدات تنظيم الاسره، احنا عندنا لانه دي بالنسبه لنا النتيجه الايجابيه اللي احنا بنتكلم عنها. طبعا يا فندم، احنا في 250,000 سيده ترددت على وحدات تنظيم الاسره وكمان على عيادات اتنين كفايه من المليون اللي احنا بنستهدفهم، يعني تقريبا حوالي 25%. ال 250,000 دول منهم 200,000 سيده بالفعل استخدمت وسائل تنظيم اسره، فدي نسبه حوالي 80% من المترددات على العيادات بتاعه تنظيم الاسره او الوحدات الصحيه. كمان وصلنا لمليون 750,000 زياره تردد على سواء هي عيادات تنظيم الاسره اللي تابعه للجامعات الاهليه الشريكه معانا في المشروع او الوحدات الخاصه بتنظيم الاسره التابعه لوزاره الصحه، لان احنا في تكامليه في هذا المشروع بين وزاره التضامن وبين وزاره الصحه وما بين الجامعات الاهليه. عشان نقدر نوصل لهذه الاسر ونوعيهم بشكل كويس وفي نفس الوقت نقدم لهم الخدمات عشان نلبي الحاجه بتاعت وسائل تنظيم الاسره. عشان في اوقات كتير او كانت مشكله كبيره ان في اسر كتير مش قادره ان هي تحصل على وسائل تنظيم الاسره اللي هي محتاجاها. طيب استاذ احمد، يعني هذا فيما يخص عيادات تنظيم الاسره، وازاي تم الاستفاده منها لوزاره التضامن الاجتماعي تحديدا لتلبيه حمله اتنين كفايه، لكن اكيد برضو في قطاع عريض، في عدد كبير جدا من المقبلين على الزواج تحديدا، وبنتكلم على الجامعات المصريه، الجامعات المصريه فيها نسبه كبيره جدا من الشباب، الشباب دول يعني بعد انتهاء الدراسه هيكونوا يعني حديثي الزواج فيما بعد، فبالتالي عاوزين نوعيهم اكتر، ازاي كان في مشاركه للجامعات المصريه وتم يعني التوعيه للطلبه والطالبات داخل هذه الجامعات؟ طبعا احنا في عندنا في وزاره التضامن الاجتماعي مشروع قومي كبير اسمه مشروع موده، مشروع موده ده يعني شغال على طلبه بتوع الجامعات بالتوعيه بخصوص تنظيم الاسره والصحه الاجنبيه، وفي نفس الوقت بيوعوهم عن ايه اكتر المشاكل اللي بتواجه الاسر في بدايه المراحل الاولانيه من الزواج. وايه اكتر حاجه بتسبب الطلاق. يعني مشروع موده ده بيعمل داخل الجامعات يا فندم؟ شغال داخل الجامعات. نعم. دي الطلبه اللي احنا بنستهدفها، لان هي هتتخرج هتبقى مقبله على الزواج
او بالفعل عندهم داخل الاسر ناس مقبله على الزواج، فهم يقدروا يوقعوهم بدورهم كطلب الجامعات. صحيح. ده مشروع كبير شغال عليه الوزاره برضو حوالي 3 سنوات، شغالين عليه زملاء تانيين معايا في الوزاره، بس احنا في تكامليه ما بيننا وما بين بعض وفي ترتيب بحيث ان احنا نعرف مين بيستهدف الفئه المستهدفه ديت ومتشغل عليها، ومشروع مواد شغال على ايه بالظبط. وعندنا كمان منصه الكترونيه بنقدر الناس المقبله على الزواج او المخطوبين يخشوا ياخدوا تريننج عن ازاي يتعاملوا مع بعض في اول فتره الزواج. ازاي التدريب ده الكتروني ولا بيحجز وبيروح يحضر في مقر ما؟ كان قبل الكورونا كانت تدريبات وكانوا بيحضروها، وفي فترة كورونا وفيما بعدها كان تدريب أونلاين. عظيم. إن شاء الله نرجع تاني نستعيد هذه التدريبات. ده دورنا كمان داخل الجامعات، احنا شغالين في 27 محافظة داخل جامعات مصر كلها. الزملاء كمان يقدروا يحكوا لحضرتك عن إيه الإنجازات اللي هم عملوها خلال الفترة اللي فاتت. طيب استاذ احمد، انا يعني كنت عايزه اقف مع حضرتك عند الاسر اللي بتلتزم بالمطلوب من خلال مشروع 2 كفاية. هل في حزمه من الحوافز لهذه الاسر؟ هل في مشاريع معينه بتقدمها لهم وزاره التضامن الاجتماعي؟ هو ده بقى اللي احنا بنختلف فيه خلال الفتره ديت. القياده السياسيه قالت احنا حابين نحفز هذه الاسر، مش حابين نرحمهم، لان طبعا ولا القانون ولا الدستور بينص ان احنا نحدد عدد الاطفال للاسر، بالعكس هي كل اسره ليها الحق ان هي تحدد عدد اطفالها، بس احنا نقدر نحفز هذه الاسره عشان يلتزموا بعدد اطفال مناسب طبقا لدخلهم الاقتصادي، عشان نقدر عشان نبقى قادرين نعلمهم ونربيهم ونهتم بصحتهم وكل اللي هم بيحتاجوه، عشان على الاقل نطلع للمجتمع خصائص سكانيه تقدر تفيد المجتمع. صحيح. خلال الفتره اللي جايه طبعا احنا شغالين بقى من خلال مشروع تنميه الاسره المصريه اللي تم اطلاقه من سياده الرئيس شهر 2 اللي فات، ان احنا هنحفز هذه الاسر الملتزمه بعدد طفلين هيشتركوا معانا في الحمله لغايه لما السيده المتزوجه توصل لسن 40 سنه. هتشوف المده اللي هي قعدتها في شراكتها في هذه الحمله وملتزمه بالطفلين بتوعها، سواء هي كان عندها طفل او طفلين ووصلت بالحد الاقصى سوري لطفلين، نقدر نحسب لها الحافز المادي اللي احنا هنديه لهذه الاسر عشان يبقى حافز ليها ان هي تلتزم بعدد اطفال ما يزيدش عن طفلين، عشان نقدر ان احنا نربيهم زي ما حضرتك اشرتي كويس، نقدر ان احنا نهتم بيهم كويس، ده كمان دور الاسره، نقدر ان احنا نعلمهم كويس، نقدر ان احنا ناخد بالنا من صحتهم. صحيح. كمان احنا خلال الفتره اللي فاتت كنا بنعمل تدخلات بسيطه وحوافز بسيطه لهذه الاسر، سواء من مشروع عندنا كمان كبير جدا في الوزاره اسمه مشروع فرصه. هو احدى مشروعات وزاره التضامن الاجتماعي اللي بتخدم على برنامج تكافل وكرامه. ده خاص بالمراه المعيله؟ طبعا احنا بنشوف الاسر ديت، احنا بنعرف خصائصها، بنعرف مصادر الدخل بتاعتها، ونقدر ان احنا نديها مشروع ندربها الاول عليه، ونديها مشروع تقدر ان هي تساعد صورتها. صحيح. بدل ما هم فاكرين لما يجيبوا اطفال كتير ينزلوا يشغلوهم هيساعدوا الاسره من خلال الدخل، لا، فاحنا بنحاول نتغاضى على هذا الامر ونقدر ان احنا نديهم مشروع ونساندهم بجانب المساعده اللي هم بياخدوها من برنامج تكافل وكرامه، ونقدر ان احنا يبقى في دخل ثابت لهذه الاسر، ونوعيهم بشكل كبير بقى، سواء تغيير السلوكيات الخاطئه او الشائعات المغلوطه الخاصه بتنظيم الاسره والصحه الانجابيه اللي احنا بنوصلها لهم خلال برنامج 2 كفاية او مشروع 2 كفاية، وبرضه بنعمل تعديل سلوك عن مفهوم مصادر الدخل وازاي ان احنا نستغل مشروع فرصه من خلال المشروعات اللي احنا بنقدمها، سواء هي مشروعات بسيطه. صحيح. يعني وفي الحقيقه استاذ احمد، يعني المبادرات اللي موجوده مؤخرا في وزارة التضامن الاجتماعي هي مبادرات عديدة، لكن كلها بتؤتي بثمارها في حياة الأمر، ويمكن ده كان المهم عندنا اللي احنا نتعرف على يعني نتائج وثمار هذه المبادرة بعد 4 سنوات من العمل المتواصل. الأستاذ أحمد يونس، منسق مشروع 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية، بنشكر حضرتك يا فندم على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر، وبنتمنى لك طبعا
طبعا كل التوفيق. في الحقيقه هدير يعني حاجه مهمه جدا ان احنا نغير معتقدات، يعني يمكن لفتره زمنه كبيره قوي كان في ارث العيل بيجي برزقه، لا خلف وما تشيلش هم، لا في الحقيقه ما فيش حاجه اسمها كده، تدبروا غير تعليم، يعني بدل ما تخلف ثلاثة أربعة لا ممكن نخلف اثنين أو واحد حتى وأستثمر فيه تعليميا حتى على الأقل. يعني صحيح هي مسألة أنه مش بس حتى لو أنت تملك أنك يعني القدرة وربنا يقدر الناس كلها على أنك تخلف كتير، أنت أنه يكون عندك وقت لكل واحد فيهم وتقدر صحيح. أنك تهتم بكل واحد فيهم. فمسألة أنه نبتدي أن احنا فعلا نغير معتقداتنا حاجة غاية في الأهمية، ومهم جدا أن احنا يكون عندنا حديث متواصل مع بعض، ونكون يعني كدولة الدولة كلها شغالة بالتوازي وبالتنسيق، انه وزارة الصحة بتشتغل مع وزارة التضامن الاجتماعي مع الجمعيات الاهلية للوصول للناس، انه ما حدش بيحاول يضيق عليك والخناق على قد ما احنا بنحاول ان احنا نطلع جيل يعني افضل كتير من قبل كده، بياخد كل حقوقه في التعليم وفي الصحة وفي الاهتمام بهذا النشأ. احنا لسه مكملين مع حضراتكم في تغطية تداعيات الهجوم الارهابي اللي تم احباطه غرب سيناء، والحقيقة انه يعني بيعكس حقيقة واحدة بس، وهي حالة اليأس اللي وصلت لها هذه الجماعات الارهابية المتطرفة، وانها كمان بتلفظ انفاسها الاخيرة، علشان كده يعني حاولت انها تعطل عملية التنمية ومشروعات التعمير اللي بتحصل في سيناء. خلينا نروح مع حضراتكم لتفاصيل اكتر عن هذا الموضوع من الاستاذ ماهر فرغلي الباحث في شؤون الجماعات الارهابية. صباح الخير عليك يا فندم، وفي رايك ليه تحولت هذه الجماعات من شمال سيناء الى غرب سيناء، وعلى وجه التحديد مساله ان احنا نضرب محطه رفع مياه، يعني احنا بنتكلم على ضرر للمواطن من الدرجه الاولى، ما هوش لا كمين شرطه ولا كمين جيش. لو نلاحظ يعني قبل العمليه بايام او باسابيع هنلاقي حمله شديده جدا على السوشيال من شائعات جماعه الاخوان والناس الشركاء لجماعه الاخوان والموالين ليها طوال الوقت على موضوع الاقتصاد وعلى موضوع ان مصر هتفلس وان مش عارف ما فيش ايه، يعني كلام صح. ضرب في الاقتصاد المصري، فمحاولات وقف التنميه بطريق تاني بطريق تهيج الشارع المصري. فلما فشلت هذه الحمله الدوله واقفه على رجليها وسط بعد جائحة كورونا، بعد أزمة حرب أوكرانيا وروسيا، بعد أزمات كبيرة جدا شغالة في العالم كله، يعني العالم كله بيعاني ورغم ذلك مصر واقفة على رجليها، مصر شغالة في التنمية على قدم وساق وبسرعة ومشاريع في كل مكان في جمهورية مصر العربية. ده كله ده يعني مش عاجب الإرهابيين، مش عاجب جماعة الإخوان وحلفائها. فده كان سابق تماما للعملية الإرهابية اللي احنا شفناها. فنقلوا اتجهوا من شرق سيناء إلى غرب سيناء في عملية يستهدفوا بها محطة رفع مياه، يعني وناس بتحمي محطة رفع مياه تكون أكبر محطة لتحلية المياه ورفع المياه في المنطقة دي. خلي بالنا ان في اللي هي محطة بحر البقر اللي الرئيس كان عمل فيها قبل كده ودى التصريحات وهو هناك، يكون في هذه المنطقة أكبر محطة لتحلية المياه في الشرق الأوسط. صحيح. فهو هنا بيستهدف التنمية، يعني ده مؤشر خطير جدا ان هو بيستهدف التنمية، يعني بيقول ان انا عاوز اوقف التنمية في سيناء. احنا هنشوف ان سيناء في الفترة الأخيرة الدولة رصدت 600 مليار جنيه مصري لمشاريع تنمويه داخل سيناء. صحيح، على وجه التحديد كمان العامين الاخيرين يعني كان فيهم تنميه كبيره جدا جدا في سيناء. طبعا تنميه المواطن السيناوي، تحديث حياته عبر مشاريع في استصلاح الاراضي، عبر مشاريع اسكانيه، عبر تطوير 6 مواني موجوده، عبر عمل محطات لرفع المياه وتحليه المياه، مشاريع بناء مدارس في جامعات في كل منطقه في سيناء. فهو هنا هو هنا هيفشل، يعني صحيح. اي ارهاب لما بتعمل له تنميه بيحصل ربط بين المواطن وبين الدوله، ده بيتعب الارهابيين جدا وبيعزلهم. هو هنا بيحاول يوقف التنميه باي وضع، وده اللي هو يعني وعسى ان تكرهوا شيئا وخير لكم. خلي بالك ان الشعب المصري كله بعد هذه العمليه تضامن مع الدوله وكل الشعب في حاله هياج شديد جدا وغضب من الارهابيين ومن جماعه الاخوان، واحنا رصدنا ده حتى على السوشيال، يعني الناس كلها يعني اكتشفت أن سوء
وجماعة الإخوان وسوء ما تفعله هذه الجماعات من إرهاب داخل الدولة، إن هم مش خلاف سياسي أبدا، لا ده ناس تستهدف إرهاب الدولة وتستهدف إرهاب الشعب. صحيح. معا، ودينا شفنا يعني العملية الأخيرة بيستهدفوا جنود أمنين وهم بيحموا محطة رفع مياه. صحيح. يمكن أستاذ ماهر وحضرتك متخصص في شؤون الجامعات الإسلامية، كان في قرار من الدولة بعد عدد من العمليات العسكرية، بنتكلم على حق الشهيد واحد واثنين والعملية الشاملة سيناء 2018، إن ما يكونش الخيار هو خيار عسكري فقط، لا، مشيت الدولة في اتجاهين بالتوازي، هو عمليات عسكرية بالإضافة للتنمية. بعد ما فشلت الجماعات الإرهابية في يعني محاولة العمليات الإرهابية المستمرة في سيناء وتم يعني إنهائها بشكل تام، ويمكن كان في تصريح مهم للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء أول أيام العيد في الاحتفالية الخاصة بأبناء الشهداء، وقال إن تضحيات القوات المسلحة كانت مستمرة علشان تمهد الطريق للتنمية. على ماذا يراهن الجماعات الإرهابية خلال هذه الفترة؟ لا، احنا شفنا طبعا ان الجماعات الإرهابية في اخر 3 سنوات في سيناء انحضرت تماما وانهزمت تماما. صحيح. العملية الشاملة في عام 2018 بدأت الامور تاخد مسار تنموي ومسار تفكيك للجماعات بشكل امني. نجحت هذه الخطة ونجحت هذه العملية في تفكيك كل الجماعات الموجوده داخل سيناء، ولم تبقى الا شرازم. صحيح. وتكثيف منابع الارهاب ايضا. نعم، ده صحيح، جماعات متنوعه انتهت تماما وتم تفكيكها داخل سيناء، واصبحت هناك فلول موجوده في بعض المناطق في شمال سيناء هاربه في مناطق وعره وبيتم مطاردتها. صحيح. ولم نسمع عن اي عمليه خلال الثلاث اربع سنوات اللي فاتت لها اي حجم يذكر. محاولات هذه العملية محاولة أيضا لإثبات الوجود أن أنا موجود، يعني لأنه انهزم. صحيح. لأنه انهزم بيدي رسائل لمن يمولوه ورسائل للناس اللي هي بتوجهه وبتشغله أن أنا يعني لي بعض العناصر موجودة وأستطيع أن أنا أعمل عملية. في الحقيقة هذه الأمور فاشلة تماما، والمسارات اللي ماشية فيها الدولة مسارات إيجابية بشكل كبير. نعم. وخاصة تدعيم المسار الأمني بالمسار التنموي. صحيح. يعني والمسار والاثنين ناجحين بالمناسبة، ناجحين نجاح شديد جدا بكل تأكيد. أستاذ ماهر، أخيرا، هل حالة الالتحام القبل اللي موجودة مع الجيش ويعني قبائل سيناء ودعمهم الكبير للجيش المصري، وزي ما شفنا في إفطار الأسرة المصرية وجودهم وحدتهم مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كل ده إزاي بيساعد أكتر في محاصرة وتكثيف منابع الإرهاب؟ ده أهم شيء. يعني إحنا لوحظ يعني في خلال السنوات الأخيرة شفنا أهالي سيناء خاصة بعد المذبحة اللي عملوها الإرهابيين اللي هي مذبحة مسجد الروضة، وإن هم أدركوا تماما أن الإرهاب لا دين له، الإرهاب حتى بيطال دور العبادة والناس المصلين الآمنين. أهالي سيناء طول عمرهم لهم تضحيات مع جيش مصر. صحيح. وطول عمرهم بيساندوا الدولة المصرية. ما حدث بعد عام 2011 هي عبارة عن مؤامرات وحالة اختراق من طيار الإسلام السياسي لأهالي سيناء. صحيح. فنتج عنها أن وجود هذه الظاهرة الإرهابية بسبب المشاكل اللي حدثت بعد عام 2011 ثم الإفراج عن الإرهابيين من السجون بقرارات من جماعة الإخوان المسلمين في العام اللي هم حكموا فيه الدولة المصرية، ده نتج عنه كل اللي احنا شفناه في سيناء. لكن في الفترة الأخيرة احنا شفنا حتى اتحاد قبائل سيناء، وشفنا تشكيل هذا الاتحاد، وشفنا ازاي ان صحيح، والبيانات اللي دايما بتصدر عنهم بيدعموا بيها الجيش المصري. بنشكر الأستاذ ماهر فرغلي الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، شكرا جزيلا على وجودك معنا. دلوقتي مشاهدينا نسيب حضراتكم مع موجز لأهم وآخر الأخبار مع ليندا. اتفضل يا ليندا. شكرا هدير. 9 بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي اطمأن خلال الاتصال على صحة أخيه خادم الحرمين الشريفين، متمنيا له دوام الصحة والعافية.
من جانبه أعرب الملك سلمان عن تقديره لتمنيات الرئيس السيسي الصادقة، مشيرا إلى ما يعكسه ذلك من عمق وخصوصية العلاقات المصرية السعودية وما يجمع بين الشعبين من روابط راسخة وممتدة. أكد الرئيس السيسي أهمية التعاون العسكري المشترك مع الولايات المتحدة في إطار العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين البلدين، والتي تمثل ركيزة أساسية لصون السلم والأمن بمنطقة الشرق الأوسط. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال استقباله قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول مايكل كوريلا، حيث تناول اللقاء سبل الدفع والارتقاء بالتعاون العسكري والأمني بين مصر والولايات المتحدة، فضلا عن التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود وأمن البحر الأحمر. وجه الرئيس السيسي بمواصلة التعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة لتنفيذ مختلف مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة. كما وجه الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان بالالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ. وخلال الاجتماع تابع الرئيس السيسي المشروعات الجارية لتطوير منطقة القاهرة التاريخية ومثلث ماسبير وممشى أهل مصر. عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد لمتابعة مشروعات الشركة. وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء أهمية وأولوية استصلاح الأراضي الزراعية في هذه المرحلة، مشيرا إلى أن المتابعة لموقف مشروعات الشركة تأتي بهدف دفع العمل في مشروعات استصلاح الأراضي الزراعية التي تم تسليمها، وكذا العمل على سرعة تسليم باقي الأراضي للمنتفعين. أكد البيان المشترك الصادر عن المباحثات الرسمية بين وزير الخارجية سامح شكري ونظيره المغربي ناصر بوريطة أهمية البعد الاقتصادي والاستثماري في علاقات البلدين، وأعرب الوزيران عقب مباحثتهما بالرباط عن حرصهما على مواصلة العمل على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار وزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين. حذرت الأمم المتحدة من التداعيات الكارثية لأي تسرب نفطي محتمل من ناقلة النفط صافر قبالة سواحل اليمن. وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن تكلفة معالجة حادث من هذا النوع في حال وقوعه قد تبلغ 20 مليار دولار، مشيرا إلى أنه ليس هناك متسع من الوقت للتعامل مع المشكلة. وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن قانونا يسمح بتسريع وصول المعدات العسكرية إلى أوكرانيا. وقال بايدن إن القانون يستهدف مساعدة الأوكرانيين في القتال الدائر في بلادهم، مؤكدا أن واشنطن أنفقت مليارات الدولارات دعما لكييف. وقال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية إن هذا القانون يتيح للإدارة الأمريكية حتى عام 2023 إمكانية إقراض أو تأجير المعدات العسكرية لأوكرانيا ولسائر دول شرق أوروبا. حذر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من عواقب حدوث أزمة غذاء عالمية بسبب المواني الأوكرانية المحاصرة، وطلب زيلينسكي باتخاذ إجراءات فورية لفتح المواني الأوكرانية وإتاحة عمليات تصدير القمح، مؤكدا أهمية منع حدوث أزمة غذاء في العالم بسبب الأزمة الدائرة في بلاده. І хоча б дати свій аналіз зворотній. Жодних експортно-імпортних операцій з Росії. نهاية موجز التاسع نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. مرحب بحضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر، ويمكن دلوقتي معادنا مع فقرة من الفقرات الهامة زي ما اتكلمنا معاكم في بداية البرنامج، ان صندوق النقد الدولي في آخر تقرير لي امبارح توقع ان مصر هتكون تاني أكبر اقتصاد في أفريقيا، وده يعني بعد نيجيريا تحديدا خلال عام 2022،
خلونا ناخد قراءة عن أهم ما جاء في هذا التقرير الخاص بصندوق النقد الدولي مع الدكتور وليد جبلة الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء. صباح الخير. أهلا. صباح الخير أستاذ أحمد. صباح الخير أستاذ هدير. أهلا بكم دكتور. يعني امبارح تقرير بيقول أن مصر موجودة في المرتبة الثانية كأكبر اقتصاد موجود في إفريقيا. يمكن البعض تشكك في هذا التقرير لحد ما مقارنة بما يحدث في العالم، من بنتكلم في تضخم، بنتكلم في أزمة في سلاسل الإمداد، بنتكلم في يعني الأزمة الروسية الأوكرانية. فإيه قراءة حضرتك وتابعت إزاي التقرير؟ خلينا بس الأول نضع أساس أن فكرة حجم الاقتصاد هو تعبير عن زيادة الناتج المحلي الإجمالي اللي بيعبر عن ما ينتجه الاقتصاد من سلع وخدمات خلال عام كامل. هذه الفترة بيكون هناك تقديرات ليها. احنا مصر كان عندنا توجه ولازال ان الاقتصاد بتاعنا يكبر والناتج المحلي بتاعه يكبر، بحيث ان لما بيكبر بتنخفض نسبة الديون مقارنة بالدخل. في نفس الوقت كل ما الاقتصاد بيكبر كل ما بيكون هناك خلق الفرص عمل، كل ما بيكون هناك فرصة ليه تحسن كافة المؤشرات الاقتصادية. صحيح. طيب احنا فين؟ احنا دايما بنتنافس عربيا مع الامارات على المركز الثاني. احيانا الامارات بتسبق واحيانا احنا بنسبق. والسعودية بفرق عشان البترول. في افريقيا ايضا نيجيريا عشان البترول بنتنافس احنا وجنوب افريقيا على المركز الثاني. صندوق النقد الدولي في 12 اللي فات أعلن عن توقعاته أن احنا هنكون الثاني إفريقيا. الثاني إفريقيا بتحقيق مصر ناتج محلي إجمالي حوالي 438 مليار دولار. إيه الجديد النهاردة؟ بس الحقيقة يعني برضو الثاني في شهر 12، النهاردة في شهر 5 برضو الثاني. الفرق هو الفرق يعني هو القدرة على الصمود. ازاي؟ ان انا لما بشوف احنا في كنا شهر 12 احنا صحيح كنا في المركز الثاني ونيجيريا في الاول وجنوب افريقيا في المركز الثالث، لكن النهارده الصندوق بيقول ان نيجيريا هتنزل من 555 مليار الى 510. احنا هننزل من احنا هننزل من 438 إلى 435 و6 من 10. جنوب يعني هو نزول عشان بس نفهم الناس، لكن ما زال برضو إيجابي لأنه إحنا في أزمة. هو النزول إيه يا أستاذة هدير؟ نيجيريا انخفضت 55 مليار. لأنه يعني الناس بتقول توقعات صندوق النقد الدولي السنة اللي فاتت كانت أفضل في النمو بالنسبة لنا عن كده، معدل النمو كان أفضل. خليني أكمل في اللحظة يعني دي. يعني إحنا نزلنا 2 مليار تقريبا و4 مليون. 2 مليار و4 من 10. يعني جنوب نيجيريا نزلت 55 مليار. جنوب افريقيا نزلت 17 مليار. انا نزلت 2.6 من 10 مليار. وده يفسر كلمه حضرتك بمساله الاكثر صمودا. نحن الاكثر صمودا، نحن رغم هل هناك ازمه عالميه؟ هناك ازمه عالميه ما نقدرش ننكرها، ولكن هو مدى تاثير هذه الازمه على الاقتصادات في العالم انا منها فين؟ لان انا لا انظر الى المثاليه، انا انظر في الظرف العالمي وبشوف الصمود. انا قادر اصمد، انا هقدر انطلق ولا لا؟ يعني زي ما حضرتك ذكرت الاقتصاد المصري ورغم الأزمة هو قادر على تحقيق معدلات نمو، قادر على تحقيق أداء جيد في مؤشر البطالة في كافة المؤشرات، لكن ده مش معناه أن دي طموحاتنا، لا، دي معناه أن احنا قادرين على الصمود أمام تلك التحديات التي لم يستطع فيها أقراننا في إفريقيا أو في الاقتصادات الناشئة حجم التراجع أو حجم التأثر بتاعنا. نحن الأقل تضررا والأكثر قدرة على التعافي، وده اللي بيرصده الصندوق لما حضرتك بتتكلم عن أن الناس مش مصدقة. لا، ومش بس أقراننا، كمان الدول صاحبة الموارد المتعددة. طيب الناس مش بتقولي أن في شريحة متشككة. هو لما الصندوق بيقول كلام أن احنا سيئين بيصدقوا ولا ما بيصدقوش؟ هو احنا ليه بنصدق المؤسسات الدولية؟ لا، احنا للأسف يعني الآفة الخاصة بالمجتمع المصري تحديدا ان احنا بنصدق الوحش دايما. يعني لو الصندوق قال الوحش فبص احنا وحشين. مش عارف، يعني المؤسسات الدولية مش بتجامل حد،
لان دي العالم بالنسبه لها سيان. والتقرير اللي صادر اللي بيقول مصر هي القادره، هي الدوله الثانيه افريقيا من حيث حجم الاقتصاد، ده مش صادر لمصر تحديدا، ده صادر لكل الدول الافريقيه بترتيب. احنا يمكن بنركز على الثلاث دول الاساسيين اللي احنا بننافس فيهم. صحيح. هذا الامر يعني بنشوف يعني كل المؤسسات الدوليه. انا لما مؤسسات التصنيف مرينا من تداعيات كورونا والنهارده بنمر من تداعيات الحرب الاوكرانيه وهي مثبته التصنيف الائتماني لمصر عده مرات مع نظره مستقره للمستقبل. ازاي ده بيخدم مصر سواء على الوضع الخارجي لمصر او كمان داخليا؟ والله هو بيخدم مصر خارجيا اكتر ما منها داخليا، لان هو بيخدم مصر خارجيا لان بتعرف تحصل على تمويل منخفض التكلفه. لما بتطرح سندات في السوق العالميه بيتم تغطيتها مره واثنين وثلاثه ويعني بصوره كبيره جدا، بيعزز ثقه المستثمرين يعني. ايوه، لكن داخليا المفروض يدينا ثقه اكبر من نفسنا. يعني انا مش معقوله ابدا ان مؤسسات التصنيف العالميه تكون مصنفه تصنيف الائتمان المصري مستقر ويكون في حد سمع خبر ان البنك المركزي اشترى ذهب في فبراير والنهارده بيبيع الارض بتاعته علشان يشتري ذهب. انت بتتكلم ازاي؟ فبراير كانت الحرب الاوكرانيه ما كانتش لسه ابتدت، والحرب الاوكرانيه ابتدت في 24 فبراير. فالفريق المتعلق باداره الاحتياط المصري في البنك المركزي ارتقى زياده نسبه مكون الذهب في فبراير وقام باجراءه كاجراء استباقي وفقا لرؤيه البنك المركزي. ربما البنك المركزي النهارده واحنا في مايو يرفع من حصه عمله اخرى في الاحتياطي، لان مساله اداره الاحتياطي دي بيديرها ناس محترفين. صحيح. لكن ان انا مثلا كمواطن حد اعرف ان البنك المركزي في فبراير اشترى ذهب، انا النهارده ابيع شقتي واروح اشتري ذهب، يبقى انا ما عنديش ادراك ومش ملم بالمساله. ما علشان كده حضرتك وكل الخبراء الاقتصاديين بيكونوا معانا على مدار الساعه علشان نشرح للناس، لان يمكن موضوع الاقتصاد شويه على الناس معقد، فبنبقى عايزين نوصل المعلومات بطريقه مبسطه للناس، لانه برضو اللي بيحصل في العالم قبل كده ازمه كورونا ودلوقتي الازمه الروسيه الاوكرانيه، فالناس يمكن بتبقى عايز تسمع اكتر من المتخصصين. يعني انا عايز اقول لحضرتك في موضوع الاحتياطي، الاحتياطي جرى العرف انه يكون في حدود 3 أشهر من واردات الدوله من السلع الاساسيه، ترفع لـ6. احنا اكتر من 6، احنا يعني 6 وكم من 10، في بعض المحاصيل عندنا فيها 9 كمان 9 شهور، لكن ده بالنسبه للمخزون القمحي. انا اما بالنسبه للمخزون الاحتياطي النقدي في البنك المركزي فاحنا بنتجاوز حجم الاحتياطي الحالي اللي بيتجاوز 37 مليار، بيغطي لنا اكتر من 6 شهور من احتياجاتنا الاساسيه كقيمه اللي بنستوردها من الخارج. اذا نحن يعني بنتجاوز المعايير العالميه، واحنا في نقطه واقفين فيها بثبات جدا، ولكن من المهم الحفاظ عليه. فكره بقى ان انا عندي 37 مليار، التشكيله بتاعت ال 37 مليار تشكيله متغيره جدا من دوله لدوله ومن ظروف لظروف، لان كل دوله بتشكل الاحتياطي بتاعها على حسب ظروف التبادل التجاري بتاعها، على حسب ظروف الاقتصاد العالمي، بيكون هناك مكون من الذهب، بيكون هناك سله من العملات المعتمده من الصندوق النقد الدولي، في دولار، في يورو، في يوان صيني، كل دوله بتدير هذا الاحتياطي من خلال خبراء لديهم رؤيه ولديهم دراسه ولديهم. صحيح. والقرار بيتخذ على فكره كلنا مع الشفافيه، بس احيانا بيكون فيه لابد ان يكون هناك قدر من الـ ان يكون هناك حتى المعلومات بيكون بتظهر بعدها بفتره، فلازم اللي بيدير لازم يكون عنده هامش معين من المناوره علشان ما يعني القرار مش بالضروره ان كل المعلومات المتوفره دلوقتي تطلع تظهر علشان خاطر انت في معركه اقتصاديه عالميه، يعني في ازمه اقتصاديه عالميه. يمكن خلينا نتكلم برضو على المدى القريب مش البعيد، كان في برضو تشكك او تخوف الى حد ما لدى المواطن تحديدا في العيد بعد اجتماع الفدرالي وزياده الفوائد، كان الكل بيقول ان بعد العيد البنوك هترفع فوائد. الحمد لله ده ما حصلش. بسبب ايه؟ بسبب ان وجود ملف بيدار من مجموعه من المتخصصين على اكفأ المستويات. انا عايز اعلق على المساله دي في كلمه، يعني اتفضل لو في عندي وقت. انا دوله لدينا فارق ما بين الصادرات والواردات بتاعتنا محدد،
ولدينا استثمارات في الدين الأجانب في الدين الحكومي محددة، ولدينا استثمارات أجانب في البورصة المصرية محددة، فبتتغير من آن لآخر. وكان بدأ تخرج من استثمارات الأجانب بعد الحرب الأوكرانية، فحصل فيه تصحيح في سعر الصرف ومجموعة من الإجراءات، ورفعنا سعر الفايدة بنسبة 1%، وابتدت الدولة المصرية تشتغل في أنها تجذب صناديق خارجية علشان تيجي، وابتدينا نغطي الفجوة التمويلية. إلى أي مدى تم تغطية الفجوة التمويلية، وإلى أي مدى هناك تفاهمات باستكمال تغطيتها من المؤسسات الدولية ومن الشركاء الإقليميين؟ الرقم ده تحديدا هناك تحديدا خبراء اللي حصل، يعني في خبراء في مستثمر اجنبي خرج، بس من ناحيه ثانيه المواطن ما بصش ان في رؤوس اموال اخرى ضخت في البورصه المصريه تحديدا من شركاء اقليميين. بالتاكيد، ما هو حجم الفجوه في خبراء شغالين عليها. كون ان في حد يعني انا مستغرب جدا لما حد يطلع يقول ايه ده ما اعرفش الدولار هيزيد نص جنيه او ربع جنيه، انت عرفت منين؟ لأن الفجوة التمويلية آخر بيانات لينا عن حجم استثمارات الأجانب في الدين الحكومي منذ عدة أسابيع، الوضع بيتغير. صحيح. لكن أنا بشوف بقى الإجراءات اللي الدولة بتعملها دلوقتي علشان تتلافى ذلك. بشوف الدولة بتطرح سندات الساموراي في الهند علشان تغطي، بشوف الدولة بتجذب استثمارات من الخليج من الصناديق الخليجية علشان تضخ سيولة في الاقتصاد المصري، بشوف لائحة الصكوك السيادية بيتم اعتمادها علشان ضخ استثمارات جديدة، بشوف تعميق للمنتج المحلي والشغل على المنتج المحلي لإحلال الواردات. أنا بشوف شغل الدولة بتقوم بيه. لما بشوف شغل أنا بفرح أن حكومتي شغالة، لأن احنا في أزمة. هل الدولة شغالة ولا مش شغالة؟ شغالة. الأولى بينا أن احنا نتكاتف، الأولى بيا أن أنا بدل ما أشكك أشوف أنا أقدر أساعد بيه، أقدر أدعم إزاي. أنا عايز أقول لحضرتك يعني مش بصورة كبيرة، لأن الاقتصاد المصري اقتصاد قوي جدا ومتنوع جدا، ولم يسبق أن تأثر كثيرا حتى وكان في عز موجة الإرهاب الاقتصاد المصري كان ناجح. صحيح. حتى في عز موجة التشكيك، يعني احنا بنتكلم في تشكيك على السوشيال ميديا، لا ده كان هناك تشكيك على أعلى مستوى في مراحل أصعب، والاقتصاد المصري قادر إنه يتحداها. لأن الأساليب اللي بنتحدى بيها وبنكمل بيها مسألة إنه نحافظ على النمو الاقتصادي في عز الأزمات اللي بتحصل، سواء خارجيا واحنا بنتكلم عن أزمة روسية أوكرانية دلوقتي العالم كله متأثر بيها، حتى الاقتصادات الكبرى احنا بنتكلم عن دول بتتكلم على يعني أمن غذائي مهدد، بنتكلم على يعني مشكلة في سلاسل الإمداد عالمية. احنا كدولة مصرية خطواتنا ايه تجاه هذا الموضوع؟ خطواتنا هي الاستباقية. الاستباقية، ودي اللي بتبدأ من السيد الرئيس. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي عالج الاقتصاد المصري بمشرط جراح في نوفمبر 2016 في برنامج إصلاح الاقتصادي نوفمبر 2016-2019، اللي حسن من مالية الدولة وعزز من قدرتها على اتخاذ الإجراءات. لما بنشوف عمل إيه في الفترة دي، لما بشوف الصوامع ومشروع الصوامع اللي ساعدنا أن احنا يكون عندنا تخزين القمح دلوقتي، لما بنشوف ما كلفش الدولة حاجة، يعني دي حاجة تانية. اللي انت وفرته من الهدر اللي كان بيحصل في الشوان طبعا. هو نفس تكلفة ما تم بناء الصوامع بيه. بالتأكيد مشروع مجانا يعني. لما بشوف انا بشوف دايما اجراءات استباقية. انا لما جينا حررنا سعر الصرف في نوفمبر 2016 كان اجباري، ما كانش عندنا احتياطي. احنا فضلنا لما استنفذنا الاحتياطي بتاعنا لحد ما كان التحرير سعر الصرف كان اجباري. النهاردة لما السياسات النقدية المصرية والسياسات الاقتصادية ما قدرتش بسبب التداعيات الخارجية ان هي تكفل الاستقرار الكافي، الدولة لم تبدد الاحتياطي بتاعها على دعم الدولار، لان السياسات النقدية نجحت في استقرار سعر الصرف بل وتراجع قيمة الدولار وحقق الجنيه افضل معدل امامه ارتباطا مع برنامج الاصلاح الاقتصادي، ونزلنا من نحو 19 جنيه في السوق السوداء في 2016 الى 15 جنيه و60 قرش. لما اتت الازمه الاوكرانيه تعاملت الدوله بالسياسات النقديه والماليه، ولكن لما هذه السياسات لم تكن تكفي سمحت الدوله لسعر الصرف انه يظل في مرونته مقابل ان هي تحافظ على مكتسباتها. ليه؟ علشان تقدر يكون عندها القدره على التمويل والقدره على المناوره والقدرة على تحريك الاقتصاد. لو رجعنا للخبر الأساسي بتاعنا، فكرة زيادة حجم الاقتصاد. طيب. زيادة حجم الاقتصاد النهاردة أنا بدل ما بدعم الدولار، لا، الدولار أصبح بسعره الطبيعي النهاردة. في المقابل إيه؟ بزود الأجور إلى أكبر رقم في التاريخ 400 مليار
صحيح. لدعم الحد الادنى لدعم تلك الشريحه. ولما بقول 400 مليار اجور ده معناه ان هم مش بياخدوها لنفسهم، دي بتروح للتاجر والجزار وللبقال وبيتم ضخها في المجتمع. لما بقول زياده الاستثمارات الحكوميه لاكثر من 365 مليار استثمارات حكوميه، دي بتروح للشركات اللي بتعمل مشروعات للدوله وبتروح للموظفين اللي فيها. دكتور وليد، يعني في ظل الأزمات المتعددة الحالية اللي موجودة وهي بتمثل تحديات لكبرى الاقتصادات العالمية تحديدا، يمكن المطلع ويعني القارئ في يمكن الاقتصاد تحديدا الأوروبي هنلاقي أن في بعض الحكومات الأوروبية بقت تحدد وتقنن مثلا مدى استهلاك المواطن من سلع غذائية استراتيجية بعينها. في بعض الدول ألزمت بإزازتين زيت وغيرها من الكلام ده كله خلال الشهر. في هذا الوقت تحديدا مصر يعني والحمد لله قبل اي شيء قدرت اللي هي تحافظ على معدل نمو بيقدر ب 2.8%. ازاي قدرنا ان احنا نحقق ده؟ هو طبعا فكره الاتاحه بالنسبه لنا احنا في مصر ده شيء مهم جدا، واتصوره انه ناجح لانه بيخاطب يقين الشعب المصري. احنا لما بنلاقي الشيء متاح في السوق احنا بنعزف عن شرائه. وتصور ان دي سياسه جيده، ولكن نجحنا في تحقيقها لان عندنا القدره الماليه لاتاحه هذا المخزون من السلع. ومش من النهارده، ده في تداعيات كورونا كنا بنشوف الشاشات. صحيح. في العالم بالكامل الأرفف فاضيه، والأرفف فاضيه، واحنا كانت الامور عندنا متاحه. وده يمكن نتاج المشروعات القوميه اللي اتعملت هو نتاج السنين اللي فاتت. نتاج عمليه اصلاح متكامله من المشروعات القوميه اللي يعني هو مش الهدف من المشروعات القوميه وتدخل الدوله ان هي تتوسع في الاقتصاد، لكن الهدف ان انا لو عندي 20% بس من الانتاج من تلك المشروعات بيتم ضخه في المنافذ الحكوميه باسعار محدده، بتجبر التاجر انه لا يتجاوز عن الاسعار اللي في المنافذ الحكوميه بصوره كبيره فبضبط الاسعار. ففكره الاتاحه موجوده، فكره ضبط الاسعار الدوله شغاله عليها، وفي نفس الوقت هناك زياده في الرواتب. بتحاول الدولة تزود الرواتب بحيث يكون هناك مقاربة، وخصوصا بيتم زيادة الرواتب في الفئات الأولى بالرعاية اللي انفاقها بيتم على السلع الأساسية. بالتالي فهناك مجهودات الدولة بتقوم بها لزيادة حجم الاقتصاد لمساندة المواطن. الدولة نجحت في تداعيات كورونا ان هي تتحمل الصدمة بنسبة 100% نيابة عن المواطن. صحيح. كل اللي حصل المرة دي ان هناك مشاركة من المواطن في تحمل تبعات الأزمة الأوكرانية اللي هي انا بعتبرها مزدوجة. احنا ما انتهيناش من مشاكل كورونا. صحيح. فالأزمة النهاردة أزمة مزدوجة متعلقة بالحرب الأوكرانية ومتعلقة بحرب الحرب الروسية والأوكرانية كمان أثرت بشكل مباشر على قطاعين مهمين جدا، الطاقة والغذاء. وده حقيقي، بس انا عندي اللي اصعب من الحرب الاوكرانيه العقوبات اللي على اوكرانيا وعلى روسيا. لان هذه العقوبات تسببت في ارتفاع كبير في السوق العالمي لمعظم السلع والمنتجات اللي في السوق. لما السعر في السوق العالمي بيرتفع على طول بيأثر على كل العالم. يعني احنا دايما بنقول الحرب الاوكرانيه ليه، احنا ما بناخدش من اوكرانيا الا القمح والزيت. لا، ما هو العقوبات تسببت في ارتفاع اسعار البترول، في ارتفاع اسعار النقل، فالسوق العالميه كلها اتحركت. الدوله المصريه قادرة على ذلك لأنها محافظة على مكتسباتها من الإصلاح. لازم أنا لما بنظر لمصر وبقول أنا ناجح، إحنا في الاقتصاد يعني لما بنقول إحنا سعداء جدا، إحنا بنبقى سعداء لما بنحقق معدل نمو 5% في ظروف معينة. لو حققت في ظروف أخرى 2% ممكن ده النجاح بالنسبة لي. يعني أنا قبل الحرب الأوكرانية إحنا محققين معدل نمو في النصف الأول من العام المالي الجاري الفترة من 1/7 إلى نهاية ديسمبر 2021 محققين 9%. ده شيء كان يعني فاق توقعات صندوق النقد الدولي وكافة المؤسسات الدولية. وده اللي كان بيخلي الإشادة بكبرى يعني من كبرى المؤسسات العالمية، بنتكلم ستاندرد اند بورد، بنتكلم على غيرها من المؤسسات صندوق النقد الدولي وغيرها، كان بيقول إن الاقتصاد المصري متماسك وقادر على الصمود أمام كل التحديات بسبب إن جائحة كورونا جت، أو جائحة كورونا جت تحديدا، وإحنا قدرنا إن إحنا نتخطى ونحقق معدل نمو مرتفع. لكن لما بقى في ازدواجية في الأزمة يعني اعتقد مفيش بشر يقدر يتحمل ده منفرد، فلازم يكون في تكاتف من الشعب ومن الحكومه ايضا. طبعا، وحتى لما اتت الازمه في النصف الثاني من العام المالي تحققنا معدل نمو 9% في النصف الاول من العام المالي، بادى الى ان احنا التوقعات بتقول ان احنا ممكن ننهي العام المالي الجاري بمعدل نمو اكثر من 5.5%، وانا اتصور ان احنا قادرين ان احنا ننهي العام المالي الجاري بمعدل نمو 6% كمتوسط من 9% حققناها في النصف الاول. والصعوبات اللي واجهتنا
في النصف الثاني ارتباطا بتداعيات الحرب الأوكرانية. أتصور ان احنا لازم نكون متكاتفين، لازم نتعاون، لازم نثق في نفسنا قد زي ما الاجانب بيثقوا فينا، زي ما المؤسسات الدوليه بتثق فينا. مش معقوله ابدا لما كان مؤسسه من المؤسسات قالت ان الجنيه مقوم باكثر من قيمته بنسبه 15% واعلنت ده كلنا صدقناه. بعد كده لما قالت الجنيه مقوم باقل من قيمته مش بنصدقها. ليه مش بنصدقها؟ لازم نثق في نفسنا، لازم نتعامل مع الدولة المصرية باعتبارها ان ايه دورنا، مش انا هاخد منها ايه. مش معقولة ابدا ان احس ان فيه اخشى ان يكون هناك عدم توافر لسلعة معينة اتكلب على ان احصل عليها. صحيح. مش معقولة ابدا ان احس ان الذهب بيرتفع اروح اشتري ذهب وانا مش عايزه. اللي عايز اقوله لحضرتك واللي انا متابعه وعايز يعني الرسالة اللي انا نفسي اوجهها، مفيش حد هيكسب عن طريق المضاربة في مصر. فكرة المكسب عن طريق المضاربة انتهت. مفيش حد هيشتري أرض ويدخل كردون مباني ويكسب 7000% زي ما كان بيحصل في الماضي. في الماضي. لأن أنت عندك دلوقتي تقنين. مفيش حد هيشتري دولار بسعر وبعد كده هيزيد معرفش كام جنيه وهيكسب من غير تعب. اللي عايز يكسب هيكسب وهيكسب كويس جدا، بس يعمل مشروع ويشتغل. صحيح. المضاربة إن كل الناس اللي بتضرب على العملات الافتراضية، شريحة المضاربين أرجوكم لا تضرب على ذهب ولا تضرب، مش هتنجح. اللي بيشتغل في المضاربة وبينجح هي مؤسسات كبرى لديها أبحاث ولديها أصحاب يقظة بيضاء بيخططوا لها في الأسواق العالمية. المواطن العادي اللي بيفكر في المضاربة هو الوقود. صحيح. هو اللي هيخسر في النهاية. أنا أولى بيا من إن أبحث عن خلينا نقول إن في مضاربة، لكن مضاربة تنافسية في العمل والإنتاج. في تنافس، في تنافسية دي مطلوبة، لكن ما أتحدث عليه. التنافسية في العمل مطلوبة من الجميع والدولة بتدعمها، لكن أنا بتحدث عن فكرة هذا الخيال إن أنا أشتري قطعة أرض وسعرها يبقى 500% بعد أسابيع. الطفرة إن واحد يكون غني يتغني او يكسب مبلغ كبير جدا بطفره كبيره جدا بدون عمل وبدون انتاج، لا اتصور ان الاقتصاد المصري بظروفه الحاليه يمكن ان يحدث فيه ذلك. ده حقيقي. يعني دكتور وليد، مش بس كده، يعني ده تاكيد على كلام حضرتك، لان كمان كانت الاراضي بتباع في الماضي بثمن بخس، الان يعني مقدرات الدوله المصريه تباع بالثمن الحقيقي ليها. فكل الشكر والتقدير لحضرتك، يعني ضيف عزيز علينا في صباح الخير يا مصر، الدكتور وليد جبلله الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية للاقتصاد السياسي. بنشكر حضرتك فندم. شكرا جدا. شكرا جزيلا يا دكتور. شكرا. دلوقتي مشاهدينا الكرام هنسيب حضراتكم مع فاصل ونرجع من بعده نكمل فقراتنا. خليكم دايما معنا. أهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان. بعد انتهاء شهر رمضان وأجازات الأعياد كلها، كتير مننا لسه مش عارف يظبط نومه، وكتير مننا بيعاني من الأرق ولخبطة النوم ولخبطة نظام حياتنا. طيب إزاي نقدر إن احنا نرجع تاني نظبط مواعيد نومنا ونظبط حياتنا؟ هنعرف كل ده من الأستاذة رندا الطحان أخصائي النفسي اللي بتنورنا النهاردة في صباح الخير. صباح الخير عليكي. والسؤال بيفرض نفسه على الناس كلها، الناس هناخد وقت قد ايه علشان نقدر تاني نرجع نظبط نومنا؟ الناس بقت بتنام 4 ساعات قبل الشغل و4 ساعات لما ترجع من الشغل، ولسه موضوع النوم مش مظبوط. طبعا يعني فكره الارق في النوم بعد رمضان دي مشكله اوريدي، ان هي بتارق كل الناس. فالفكره كلها ان عشان اختلاف الساعه البيولوجيه للنوم دي مشكله احنا كلنا بنعاني منها. وده بيحصل في رمضان بالفعل. طبعا بيحصل، لان احنا في رمضان هو طقوسه اوريدي ان احنا بنسهر فيه. صحيح. بالظبط. والاجواء يعني احنا لو هنيجي نبص في عوامل بيئيه بتحفز الجسم ان احنا نبقى يعني في الوقت ده يقظين، يعني احنا صاحيين دلوقتي وسهرانين وبنتسحر متاخر، الاجواء الرمضانيه كلها شغاله حتى في الشارع في البيوت، فده بيحفزنا ان احنا نفضل مده اليقظه بتاعتنا بتبقى اكتر من المعتاد، فطبيعي يحصل لخبطه في الساعه البيولوجيه للجسم. طب احنا عايزين نرجع ده، لازم علشان ارجع الساعه البيولوجيه للجسم تاني زي الاول بتاخد من اسبوعين لشهر، وفي ناس يعني تمتد معاها الفتره لحد 3 شهور عشان ترجع تاني. بالنسبه لي شهر.
هي بتبقى بشكل تدريجي، ما بتبقاش مره واحده طبعا، بس احنا بنحاول نمشي على بيصاحبها حاله من الاجهاد والصداع المستمرين طبعا، لان طبعا في الاول ليه بقى؟ لان احنا طبيعي في رمضان يعني حتى هتيجي تبصي تقارني ما بين اول رمضان بيبقى عندنا صداع، عشان احنا متعودين على نسبه كافيين معينه بتدخل الجسم. تدريجي معايا يعني، انا في اول رمضان تحديدا مصدع جدا بفضل، لا وغير بس مصدع كمان، انا ممكن اخليني سهران لحد الساعه 2 الفجر او 3 الصبح. بعد كده الاقي نفسي على اخر رمضان انا ما بنامش قبل الساعه 6 7 الصبح. ايوه ما هو هيحصل تدريجي كده لحد برضو ما تحصل العكس بعد رمضان. هو نفس النظام ده، كل حاجه علشان ان انا اغيرها في الساعه البيولوجيه محتاجه ان هي تبقى بشكل تدريجي مش مره واحده. فاحنا عايزين برضو نرجع ده بشكل تدريجي ونبقى متقبلين ان ما يعني ان انا مش في يوم وليله هصحى اغير نظامي. لان احنا اخذنا 30 يوم في تغيير كامل. صحيح. الفكره كلها ان احنا في البدايه هنغير الروتين بتاع حياتنا اللي كان في رمضان ده ننساه خلاص، واحنا فعلا سهرنا وتعبنا وفعلا كان شهر جميل علينا، بس نرجع تاني بقى لحياتنا الطبيعيه المنتظمه عشان الشغل. اول حاجه هنبدا نمارس حياتنا الطبيعيه عادي، ان الرياضه بتاعتنا اللي كنا بنعملها بعد الفطار نعملها الصبح. لان الرياضه بالليل بتحفز الجسم على بيبقى عنده نشاط للاستعداد. اللي ما كانش بيعمل رياضه بعد الفطار، اللي ما كانش بقى لا خلاص بقى ده يبتدي يبدا بقى يعمل تاني فتره بقى ايه الصبح بعد الشغل. الفتره دي كلها بتبقى بتحفز الجسم ان هو يفضل نشط، والفكره ان هو بينام كويس بالليل. بيبقى ساعات النوم بتاعته بتبقى افضل كتير وبينام بعمق، يعني اللي هو مثلا ايه لانه عمل مجهود بدني فتره الصبح. صحيح. فلما بيجي ينام بيحس الجسم خلاص بيكمل ريلاكس بقى خلاص، هو عاوز ينام فعلا. فاحنا بننصح دايما ان الرياضه خلاص نقلبها من بعد الفطار، لا تبقى نرجع تاني الصبح. الكافيين والنيكوتين دي المشكله اللي بنعاني منها كلنا، لان احنا كنا في رمضان طبيعي عانينا منها في البدايه، فكانت بتسبب لنا صداع، بتسبب لنا ارق، ما بنعرفش ننام، مش عارفين نشتغل وهكذا لحد ما تعودنا طبعا بمعدل فترات الصوم. بعد رمضان هنبدا ان احنا نظبط ده، ان احنا نقلله، نعمل كنترول عليه، بمعنى ان انا اخد كوبايه مثلا او فنجان القهوه بتاعي او الكافيين بتاعي الصبح، واحاول ان انا قبل نومي بست ساعات ما يدخليش في جسمي اي كافيين او نيكوتين على قد ما اقدر. لا هو النيكوتين هنصح الناس اللي هم يبطلوا كده كده، ده لا يبطلوه اصلا خالص يعني. ده صعب. نركز في الكافيين بالظبط، لحد بالظبط انا قبل النوم بست ساعات اوقف كافيين، لان هو اوريدي بيفضل مفعوله في الجسم لمده ست ساعات، بيبقى عندي معدل كافيين في الدم لمده ست ساعات، الجسم فيه بيبقى ناشط برضه. فلازم ان انا قبل ست ساعات خلاص هوقفه، استبدله بلبن، استبدله باعشاب، يعني اعمل برضه عمليه استبدال الحاجات اللي هي بتهدي بشكل عام. بالظبط، احاول ان انا ما هو دي حاجه لازم ان انا احاول اكنترول عليها علشان اقلل منها، فجسمي يبقى عنده تاهيل واستعداد ان لما يجي ينام ينام. ما بقاش انا عايزه انام وجسمي صاحي او مخي شغال. صحيح. لان هو ده الارق فعلا اللي احنا بنعاني منه، ان الجسم همدان وعايز ينام وانت مش عارف تنام، او مش عارف تنام، تحس ان انت دايما ده بيعمل حاله من العصبيه بشكل ما جدا، لانه اصلا بيأثر على المزاج. ما هو تغيير الساعه البيولوجيه هي بتأثر على المزاج وبتأثر كمان على نشاط الجسم بشكل عام. فاحنا لازم نحاول ان احنا من طقوسنا اليوميه حياتنا الروتين بتاعنا لو ابتدينا ان احنا نغيره هنبدا ان احنا نرجع تاني نستمتع بيومنا عادي وما نحسش بالارق. نفس النظام برضو ان احنا نركز في الاكل بتاعنا. احنا كنا في رمضان معتمدين ان الفطار ايه وجبه دسمه ولازم نفطر كويس، بس نيجي في السحور بنعمل ايه؟ بناكل خفيف جدا عشان خايفين من الصوم، ما ناكلش حاجه تقيله تتعبنا. نمشي على النظام ده نطلع منه برمضان اخدين العاده دي، يعني ما ينفعش قبل ما اجي انام اكل وجبه دسمه، اكل حاجات تقيله، اكل سكريات كتير، لان السكر طبيعي ان هو برضه هيخلي الجسم ان هو في حاله نشاط هايبر. بالظبط. انا ما ينفعش بالليل اشرب مثلا اي نوع من المشروبات الغازيه، اكل سكريات، بسكوت بتاع، لا الوجبات الدسم برضه هتبقى صعبه عليا في الهضم، فبالتالي هتعمل لي ارق في النوم لان انا مش هعرف انام بسببها. ده لازم ان انا اخد بالي منه برضه قبل ما انام، قبل النوم بحوالي ساعتين ثلاثه. احنا هنتكلم بشكل واقعي، مش هاجي اقول بست ساعات الساعه 7 نوقف اكل، انا بحس الكلام ده مش واقعي قوي، لان طبيعي حياتنا والمشغوليات والمسؤوليات دلوقتي في ناس بتضطر تشتغل بالليل، في ناس بتاخد وجبتها الرئيسيه بالليل اصلا. بالظبط.
فخلينا نبقى واقعيين شويه ونقف بحال الناس، نحس فعلا بيهم ان احنا مش هنحط قواعد ثابته، ولكن كل واحد ليه ساعته البيولوجيه ممكن تبقى غيري. انت مثلا تقدر تنام 6 ساعات، حضرتك تنامي 5، وهكذا. احنا بيبقى في اختلاف في عدد ساعات النوم بتاعتنا. صحيح. فلازم ان انا اتعامل مع الجسم على حسب طبيعه الشخص وروتينه اليومي. طب رندا، ايه رايك في الناس اللي بتاخد ادويه تساعدها انها تنام، سواء الادويه المصرح بيها او في ادويه كمان غير مصرح بيها، بيتحايلوا على الموضوع ويحاولوا يجيبوها علشان مش بيقدروا يناموا كويس، وياخدوا الادويه دي بدون ما يرجعوا للطبيب كمان، ودي بتبقى المشكله. الموضوع ده فخ عظيم لكل الناس. يعني احنا بنتوهم دايما ما بين المنومات وعدد ساعات النوم، وان انا هقعد اعتمد دايما ان المنوم هو اللي هينيمني، ففي كده ارتباط شرطي ما بين النوم والمهدئ او المنوم. يعني قصدك ان انا ببقى اثير بعد كده فكره المهدئ او المنوم ده؟ طبعا. احنا خلاص بقيت انا ربط نومي بالمهدئ، حتى لو انا عايزه هحس اللي هو لا انا كمان نمتش العدد فهاخده برضه بالظبط، العدد الكافي اللي انا بنامه مع المهدئ، فحاسس ان جسمي تعبان، لحد ما بالفعل جسمك نفسه الوظائف بتاعته هيحصل لها خلل وهيبقى تعبان، لان انا دخلت كيميكال طبعا في المخ، فخلاص هي اللي بقت مسؤوله عن افراز الهرمون الميلاتونين بتاعي اللي هو البديل اللي هو اوريدي بيتفرز طبيعي، فانا بدخله من خلال الادويه، فلا في مشكله كده بقت عندي. يعني ممكن الادويه دي تعمل حاله من الخلل او الاجهاد العام للجسم؟ ده طبعا، هي على فكره مع الوقت بتبقى ادمان. يعني احنا لو استمرنا عليها شهر 2 3 خلاص بتبقى مشكله، بتبقى صعب ان انت تتحكمي فيها، ان انت تبعدي عنها. صحيح. او تقلليها، بالعكس الجرعه بتزيد مع الوقت، لان هي مش بعد كده مش هتحسي بنفس المفعول اللي هي كانت بتديهولك في الاول. فمع الوقت هنزود الجرعه. طيب. فهنفضل بقى في الطريق ده مش هنطلع منه. فانا لازم يعني او احب اقول ان الناس كلها تبعد عن فكره ان انا انام بمنوم، انام بمهدئ، ان انا لازم اعمل ده. لا، حاول ان انت تظبط روتين يومك، تبقى واعي ان انا اخد بالي من التريكات بتاعتي اللي انا بعملها، زي ما احنا قلنا رياضه، الاكل، الكافيين، النيكوتين، الناس اللي بتشرب سجاير على طول حتى قبل السجاره قبل النوم، التليفون، اي حاجه خاصه بالضوء الازرق، لابتوب، موبايل، وات ايفر، ايا كان، ان انا في اشعه او سوري الضوء الازرق ده بيأثر جدا على النوم، لان هو بقى محفز للجسم في ان هو برضو يبقى يقظ واكثر نشاطا. يعني زي الناس اللي بتقول لك انا هلعب لحد ما انام، ده مش صح يعني. هفتح جيم قبل ما انام، لا، انت كده منعت الميلاتونين اللي هو اللي بيتفرز علشان يساعدني على النوم، هرمون الميلاتونين، ان هو خلاص انا وقفت التعامل. انا هنا بس عاوز اقف دي برضو للتوضيح، لان انا قبل كده كان يعني معايا ضيف كريم كان بيتكلم معايا في فكره ان انا ممكن اعود جسمي على حاجه بتدي الارم لمخي، او يعني زي تنبيه لمخي ان انا خلاص انا كده في وضعيه النوم. صح. بمعنى ان انا ممكن اعود نفسك، عليك اعود نفسك ان انت مثلا تتفرج على حاجه قبل ما تنام، تتفرج على حاجه لايت بقى قوي. يعني حاجه ما فيهاش عنف، حاجه ما فيهاش كده. الضوء ده مش هيخليني ان انا اصحى؟ لا، هو لو انا بقى مركز، او مثلا الافضل خليني اقول ان احنا يا بنسمع موسيقى هاديه، يا انا مثلا ممكن افتح حاجه اسمعها، يعني مثلا بشغل مسلسل او حاجه ما اتفرجش. ليه؟ طول ما نظري ان انا دلوقتي يعني مخلي النظر موجه على حاجه معينه او على صوره معينه، فانا كده بزود ان انا لا انا ببدا اصحى، انا ببدا افوق، انا منصت لحاجه زي دي، او مركز، فتركيزي زايد، فنشاطي زايد، فانا خلاص بقيت مستعد ان انا اقعد ساعه اطول زياده. نفس النظام لما بنيجي نلعب قبل ما ننام، لو انا اجي اقول انا هلعب جيم لحد ما انام، هتلاقي نفسك ان الساعه اللي انت قاعدها بقت ساعتين، بقت 3، لقينا النهار خلاص طلع، فهنضطر ننزل للشغل واحنا مطبقين. صحيح. فدي المشكله، لكن المفروض اهيئ جسمي بان انا ادخل ان انا انام، يعني زي مثلا انا بنام الساعه 3، هدخل الساعه 2، بصحى الساعه 5، اصحى 4، بصحى الساعه 7، اصحى 6. لو عودنا نفسنا ان انا اشتغل بنظام الساعه، اعتقد ان هي ما بتجيش بالتعود. يعني انا واحد من الناس عندي النوم سلطان زي ما بيقول، انا ممكن ان انا اتفرج على مسلسل او على تلفزيون وانام. ممكن اشرب قهوه، اخد الكافيين بتاعي وادخل انام، طالما ان انا عاوز بنام نوم عميق. يعني حتى الكافيين الحمد لله، ما انا بقول نوم سلطان بالنسبه لي. على فكره ده اجهاد، يعني اجهاد متوقع. انا ممكن القهوه اخد كافيين عادي جدا وادخل انام، طالما انا عاوز انام ممكن الكافيين ده اصلا يخلي اعصابي تسيب اكتر مش ينبهني. ما هو مع التعود. لا، احنا اللي بنفكر كده، ما خلاص
انا اتعودت ان انا ما بقتش اعمل مشروب شاي وانام اشرب بالظبط. لكن لما اجي مثلا اقول انا لكنه مش صحي زي ما انت بتقولي، مش بيخليك تدخل الديب سليب زي ما بنقول او النوم العميق. لا ما بيدخلش النوم العميق، انت بتدخلي نوم اجهاد وتعب اكتر من نوم عميق. صحيح. يعني ساعات مثلا الذهن بيبقى او المخ بيبقى شغال ده حقيقي. فدي مشكله، رغم انت مثلا نمتي 10 ساعات نمت 12 بتحسي ساعه لما بيحصل، بس انت صاحي مصدع جسمك مكسر طبيعي، ده مش النوم العميق، انت ما نمتش. طب بمناسبه الصداع، يعني الساعات خداعه دي قوي. بمناسبه الصداع بقى، في كتير مننا خارج بعد رمضان تحديدا عنده حاله من العصبيه من قله النوم وخلل كمان في التفكير من كتر الإجهاد اللي هو فيه، ازاي يقدر اللي هو يتأقلم ويظبط ساعته البيولوجية وتحديدا يتخلى عن فكرة العصبية الكتيرة اللي بتبقى موجودة عنده؟ احنا الأول هنحاول ان احنا نبعد عن المؤثرات اللي بتعصلنا على قد ما نقدر. يعني مثلا ما احاولش ان انا اعمل ستريس على نفسي من مشاكل وضغط في الشغل وضغط في البيت، وان انا اقعد انا نفسي كمان استخدم مثلا حاجات تسير ضغطي وتوتري. الموبايل كتير اصلا بيوترنا كلنا واحنا مش حاسين، متابعه الاخبار على طول السيئه بالذات برضو بتوتر وبتعلي ضغط الدم على طول. فكره ان انا مش عارف اتحكم في العصبيه بتاعتي دي مشكله في حد ذاتها، لان كلنا لازم نتحكم في العصبيه بتاعتنا. يعني كلنا معرضين لعوامل بيئيه زي الزحمه، لو انا ما عملتش كنترول وعارف ان ده امر طبيعي واللي المفروض اتعامل معاه ان انا اشغل مزيكا، اعلي الهيدفون، اعمل اي حاجه، اتعامل مع الوضع الطبيعي ده على انه واقع وانا لازم اتعايش معاه لان ده العادي، ماخدوش على اعصابي في ان انا ازاي وانا متضايق والدنيا زحمه والشغل عامل لي مشكله، لا احاول ان انا اكون هين لين مع نفسي. هو الموضوع لما بيبقى قرار شخصي بتحسي بانك فعلا لو انت واخده القرار ده هتنزلي تتعاملي مع الزحمه لانها حاجه عاديه. ايوه، لو انا نازله من البيت وجيت قلت الصبح كده لنفسي انا النهارده مش هتعصب، انا النهارده هنزل ابقى ريلاكس، مفيش حاجه هتعصبني، انا اديت اشارات لمخي وعقلي الواعي بان هو لو حصل اي موقف انا هاخده بالظبط كده، يعني بهدوء بالظبط، مش هتعصب، مش هنفعل، مش هخلي عواطفي اللي تتحكم فيا على طول. يعني مش اللي هو اول ما يحصل حاجه هنفعل بعواطفي بدون اي تفكير بدون اي منطق او وعي واتعامل بيه، فخلاص عواطفي اللي معيشاني هي اللي ماشياني ومحركاني ومخلاني اتعامل مع الناس، فاي موقف صغير بسيط هيصير استفزازي فهتعصب، فمش هعرف اتحكم في المزاج بتاعي طبعا. ودي المشكله اللي الناس كلها يعني بتحصل على اتفه الاسباب، زي ما بنقول بنلاقي في مشاكل بتحصل بتبقى كارثيه. طيب دلوقتي احنا نرجع لموضوع تنظيم النوم بعد رمضان، التابس بقى اللي انت تقوليها لنا عشان الناس ترجع تظبط نومها تاني وكمان تظبط وقت شغلها وتكون فايقه ومصحصحه للشغل. سريعا كده نقاط كده سريعه. اول حاجه هنمارس الرياضه بشكل منتظم لان الرياضه هي اللي هتساعدنا على النوم الصحي والنوم العميق. نحاول نقلل الكافيين على قد ما نقدر، حتى الكافيين اللي داخل في المشروبات الغازيه قبل النوم بست ساعات بالظبط. نبعد عن القيلوله المفهوم عندنا الغلط، القيلوله اللي هي مده ساعه ساعتين ده يعني نهائي نبعد عنه بالذات الفتره دي. نمسك نفسنا لحد ما نقدر لحد ما ننام، حتى لو هننام بدري بس انا كده نمت نوم عميق. القيلوله اثبتت الدراسات ان هي من 20 ل 30 دقيقه، ما زودش يعني ما فيش ساعه على ساعتين ثلاثه المصريين لا احنا بننام نقول القيلوله بالنسبه لنا ساعتين. ده غلط لان هو خلاص كده ابتدى ان هو يديني نشاط اكتر فانا ممكن اكمل اليوم وانام متاخر تاني فكاني ما عملتش اي حاجه. نفس النظام برضو موضوع الاكل، احاول ان انا اخد بالي من الوجبات بتاعتي بالليل بالذات، السكر اقلله، احاول ان انا ما اكلش وجبات دسمه او تقيله عشان ما تبقاش عندي مشكله في الهضم فهتزود عندي الارق فمش هعرف انام نوم كافي وعميق. الموبايلات على قد ما نقدر نحاول قبل النوم بساعه او بنص ساعه حتى لو هنشتغل بشكل تدريجي ابعدها عني، ما بصش في الشاشه بتاعتها، واحاول ان انا اتذكر او اعمل تخيلات لنفسي عن يوم سعيد بكره ان الموضوع هيبقى سعيد. احاول اعمل تمارين تنفس واعي قبل ما انام بان انا مثلا اخد 5 عدات واطلعهم في 5 مرات برضو، ده بيساعد الجسم ان هو يرتاح. لو احنا حسينا باي مشاكل مثلا عصبيه توتر قبل النوم اعمل اي تمرينه بس وانا على السرير هو اشوف مختص
او اشوف مختص بالظبط كده لو الموضوع صعب جدا بنفسي يعني. صح كده، هو يساعدنا من خلال الواجبات المنزليه زي ما بنقول احنا بنشتغل عليها كده في العيادات، فهي بتبقى سهله وهو بيبقى معاكي لحد ما بنفضل ان احنا نكمل اسبوعين نمشي على الروتين ده ونفضل مستمرين عليه عشان نرجع تاني في امل يعني. ان شاء الله اسبوعين شهر كده وكلنا نومنا يتظبط بالظبط كده ان شاء الله. وفي ناس على فكره من اسبوع بتبدا ان هي تعمل كنترول جامد قوي علشان طبعا تبقى خايفه على حياتها ونظامها، لان الوش بيتعب، الجسم بيجهد جدا، نظام اكلنا بيتدمر تماما، مزاجنا كمان بيبقى مش حلو خالص وبنبقى متعصبين قوي لان قله النوم بتزود العصبيه زياده. نعم، وده يعني كان الهدف من الفقره النهارده يا استاذه رنا، فكره اللي هو دعوه للتخلص من روتين الحياه اليوميه الرمضانيه للعوده للعمل والانتاج مره ثانيه بكامل طاقتنا. الاستاذه رندا الطحان اخصائيه الصحه النفسيه نورتينا يا فندم، صباح الخير. شكرا جزيلا كده مشاهدينا، خلصت حلقتنا مع حضراتكم النهارده، كنا معاكم على مدار 3 ساعات انا وليندا واحمد عبد الصمد، وبكره حلقه جديده من صباح الخير يا مصر في نفس الميعاد. ربنا دايما يصبحكم بالصحه والسعاده والرضا.